لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. هنتكلم إن شاء الله عن تنفيذ التمام بإذن الله. المحاضرة هتتقسم غالبا يعني على شقين اثنين، يعني الناس هنبدأ بإذن الله، يعني المحاضرة تتقسم زي ما قلنا على جزئين اثنين. هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نوّر جزء كبير في الجزء ده، في جزء الأعمدة المجارة وحدادة، ولو تبقى لنا جزء هناخده المحاضرة الجاية بإذن الله، بحيث إن إحنا عايزين نتكلم فيها على تنفيذ الشير وول والريتيننج وول، واللبس اللي بيحصل عند بعض الناس في الريتيننج، الحديد بتاع الريتين واللبس اللي بيحصل عند الناس فيها. وهنتعلم برضو ان شاء الله ازاي نعمل مستخلصات، لان احنا كده يعتبر نفذنا كذا بند الامدان والقواعد والخوازيق وسند ولا بحر، فعايزين بقى نتعلم ازاي نعمل مستخلصات. وهنتعلم ان شاء الله ايه هي طلبات البحث والاستلام، ايه هي طلبات الاعتماد، الحاجات دي هنعرفها باذن الله المحاضره الجايه. يعني احنا نقسم المحاضره دي على جزئين، هنحاول نقطع شوط كبير باذن الله في التصميم في تنفيذ الاعمده، بحيث الجزء الجاي نقدر نتكلم فيه على الحاجات الاداريات داخل المواقع والكلام ده. دي حاجه. النقطه رقم اثنين، احتمال يكون عندنا ممكن ناخد محاضره مثلا يوم الاحد باذن الله، يعني نشوف كده نتفق مع الناس ممكن ناخد محاضره يوم الاحد الجاي، بحيث ان احنا قبل العيد نكون خلصنا شق كبير في الهيكل الخرساني. اوكي، هنبدا باذن الله زي ما قلنا في تنفيذ الاعمده الجزء الاولاني. الامدان هنشوف ان شاء الله. الاعمده يعني دي اهم عنصر من العناصر اللي موجوده عندنا، هي اللي شايله المنشا. اوكي، هي والقواعد. لذلك في من اهميه الموضوع ده، احد المكاتب الديزاين كبيرة، المكاتب الضخمة يعني في مصر هنا، لما كان بيعمل ديزاين ويخلص التصميم خالص بتاعه، كان بيزود مقطع الأعمدة، مقاطع الأعمدة والقواعد 15%، يعني هو بيخلص تصميم بيزود 15% على التصميم اللي عمله، يعني يقول لك ليه؟ لأن لو العمود ضرب مني فيها مشكلة، العمود لو ضرب فيها مشكلة، عشان تعمل له ريبير مشكلة كبيرة، لكن مثلا لو بلاطه او كمرة ضربت الحل بتاعها بيبقى سهل. فان ده اللي يدل ايه الاهميه بتاعت الامدان، يبقى لازم الناس تهتم جدا بتنفيذ الاعمده. اوكي، تعال اول كده قبل ما نبدا في تنفيذ الاعمده، عايزين نوري الناس بعض صور كده المشاكل اللي حصلت في تنفيذ الاعمده، زي مثلا عمود زي ده حصل فيه انهيار في الشده، عمود زي ده حصل فيه اعمال تعشيش داخل الخرسانه المسلحه، عمود زي ده اشار الحديد ملت على جنبها زي ما انت شايف بالمنظر ده لاسباب كتيره جدا. طيب احنا ايه اللي نفهمه من الكلام ده؟ نفهمه الكلام ده عايزين نوصل للناس، لا الموضوع كله بيكون في وش المهندس، الموضوع كله هيكون في وش المهندس، يعني لو حاجه زي ده حصلت في وش المهندس اللي الموقع، لو حاجه زي ده حصلت مهندس الموقع اللي في وشه، يعني يجي لك نجار مثلا او يجي لك حداد او يجي لك المشرف بتاع او الكوماندر بتاع الحدادين او النجارين ويقول لك على ضمانتنا يا باشمهندس الشغل ده، ما تسمع كلامه، لان ده بتحصل كتير جدا في المواقع، تلاقي العامل تلاقي مثلا الحداد او النجار تيجي تستلم منه الشغل او تيجي تعمل حاجه، فتلاقي ايه تقول له طب زود لي الدواء شويه، طب زود لي حزام شويه، طب ظبط لي الكنات، طب حط لي البسكوت، طب اعمل الحاجات دي كلها، فتلاقي النجار او الحداد يقول لك على ضمانتنا الشغل يا باشمهندس، ده العمود ده لو عدى من جنبه طياره مش هيحصل له اي حاجه، ده انت لو صبيت مش بامب بس، ده انت لو صبيت بمدفع مش هيجرى له حاجه كمان. فالكلام الكلام ده انت ما تسمعوش، يعني الكلام ده الكلام بتاع الصنايعيه ده انت ما تسمعوش، انت راجل مهندس ولك رؤيتك ولك فكرك، يعني تقويه الامدان لها طريقه ما لازم تتقوي الكلام ده. بسكوت لازم يتحط، الخرسانه لازم يبقى فيها ازاز موجود معنا، لازم ده الحاجات دي كلها تبقى لازم تكون موجوده، ما تسمعش بقى الكلام على ضمانتي مش ضمانتي، يعني مثلا لو الحداد او النجار قال لك مثلا يا باشمهندس على ضمانتي حاجه زي دي وحصل انهيار زي ده، مين اللي هيشيل القصه دي كلها وهتبقى خش مين؟ مش هتبقى خش النجار او خش الحداد، هتبقى خشك انت كمهندس، هتبقى خشك انت
كراجل مهندس بيتنافس، كوشك في وشك قدام مدير المشروع، في وشك قدام الاستشاري. المفروض طبعا لو انت في مشروع كبير بيبقى في مشرف الموقع بيبص على الكلام ده، وبيبقى في الكوماندا بتاع الحدادين او الكوماندا النجارين بيبص على الكلام ده، وفي استشاري بيستلم منك، وفي منظومه كامله متكامله. لكن في الاول والاخر انت كمهندس مقاول مسؤول عن هذه المنظومه المتكامله، انت كمهندس مسؤول عنها. لذلك زي ما قلنا حته الصناعيه على ضمانته مش ضمانته، الكلمه دي تشيلها من قاموسك خالص، مفيش حاجه اسمها ضمانته مش ضمانته. لان زي ما انت شفت دي انهيارات بسيطه، يعني انا واحنا كنا ممكن نجيب انهيارات كبيره جدا ومشاكل كبيره، يعني ده حاجات بسيطه مبسطه بتحصل لاسباب بسيطه يعني. يعني في كوارث ممكن الناس ما تصدقهاش، احنا صور بس ايه حاجات حصلت فعلا بس منطقيه شويه. طب هنبدا بقى في موضوع الاعمده. اول حاجه لازم نعرف ايه هو العمود ده. العمود ده زي ما الكود عرفه، الفقره دي من الكود زي ما الكود عرفه، الكود بيقول عباره عن عناصر ضخمه. الابعاد بتاعتها من ناحيه الابعاد بتاعتها اللي هو طول العمود، الطول بتاع العمود، اتجاه الطول بتاع العمود، لو قسمته على عرض بتاع العمود يكون اقل من او يساوي 5. اقل من او يساوي 5، ال 5 دي دفك وطول العمود وعرض العمود، او الارتفاع بتاع العمود، ارتفاع العمود على عرض العمود يكون اكبر من او يساوي 5. ده تعريف، يعني لو حد سالك تعريف العمود ايه؟ تبقى انت عارف ده التعريف بتاع العمود، تمام؟ غير كده يبقى اسمه حائط، هيبقى اسمه حائط، ما يبقاش اسمه عمود. يعني لو قسمت الاثنين على بعض لقيتها اكبر من 5 او اقل من او يساوي 5، يبقى ما عادش اسمه عمود، بقى اسمه حائط. دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم نبقى عارفينها ان اقل بعد لقطر العمود زي ما قطر مصر حاطه اقل ضلع هو 200 مللي، يعني 20 سم. يبقى اقل ضلع للاعمده هو 20 سم، لكن بصراحه ال 20 سم دي نظريه بس، يعني ال 20 سم دي نظريه بس مش عامل. لان طبعا زي ما احنا عارفين مقاس الطوبه مثلا ممكن تلاقي مقاس الطوبه 25 سم، مقاس الطوبه 25 سم، يعني ما ينفعش مثلا الاقي عندي عمود كده والاقي الحيطه طالعه من العمود كده. اللي انا عندي طوبه 25 والعمود 20 والاقي الحيطه طالعه كده، تمام؟ عرض الكاميرا عندنا مثلا بيكون 25 مثلا، فما ينفعش اعمل عمود 20. واسباب تنفيذيه طبعا بنخاف من التشوش والحاجات دي كلها، فنظريا ممكن يبقى 20، لكن بصراحه في التنفيذ عندنا ما بنقللوش عن 25 لاسباب. لكن في بعض الدول الخليج هتلاقي بيتعمل 20 عادي، يعني الدول الخليج بيتعمل 20. لكن زي ما قلت لك احنا عندنا علشان الكاميرات، علشان الحيطه، عرض الطوبه، فما بنعملوش. لكن لو انا عندي سور ممكن اعمله 20 سم، يعني لو انا عندي اعمده سور ممكن اعمله 20 سم. دي اول جزئيه في موضوع الاعمده، التعريف بتاعها وادنى مقاس. في صوره كده برضه لازم نكون عارفينها، مبنى زي ده كده، مبنى زي ده، لو احنا ملاحظين حاجه ان المبنى ده مش مفيش فيه الا اعمده في الاول، عمود في الاول وعمود في الاخر، وكل الاعمده مرميه بره. كل الاعمده مرميه بره. تمام؟ ليه حاجه بالمنظر ده؟ يعني ليه حاجه بالشكل ده؟ الاعمده ليه عامل الاعمده جوه؟ في هنا نقطتين اثنين لازم برضه نبقى عارفينهم. النقطة الأولانية هي نقطة تنفيذية، نقطة تنفيذية بمعنى لو أنا مهندس مصمم، لو أنا مهندس بصمم مثلا أنا باشمهندسين وعندي داش بورد بتاعي، تمام؟ زي ما احنا عارفين في عرفنا في محاضرة محاضرة القواعد، عرفنا في لو أنا عندي قواعد عند الجار، قواعد عند الجار لازم بربطها إيه؟ عن طريق شدادات، بربط القواعد دي عن طريق شدادات. وعرفنا إن الشدادات دي بيكون عليها بندنج مومنت عالي والقطاعات بتاعتها بتكون كبيره. فتخيل مثلا لو انا عندي جوار وعندي حوالي ست اعمده عند الجار، ست اعمده عند الجار، معنى كده ان حضرتك محتاج ست شدادات، ست شدادات. فتعمل ست شدادات بالقطاعات الكبيره، الحديد التسليحي الكبير، الشدادات بيبقى فيها حديد تسليح كبير، فالموضوع يطلع غير اقتصادي، الموضوع هيكون غير اقتصادي. لذلك يفضل لما يكون عندي جار بالمنظر، عندي جار وعليه اعمده كتير كده، حوالي عدد اعمده كبير، ست سبع اعمده، وعامل ده كله شدادات، في حاله زي دي افكر ان انا اغير النظام الانشائي بحيث ايه؟ لحضرتك تسحب دي نقطه تصميم على فكره، بحيث ان انا اسحب الاعمده دي، اسحب ثلاث اربع اعمده ادخلهم جوه. اشوف بقى على حسب المعماري والحاجات المعماريه احاول ايه؟ اسحب كذا عمود لجوه، العمود بدل ما هنا احاول اجيبه بره، بحيث ان انا احط العمود في المنتصف وبالتالي ما احتاجش شداد، يبقى انا ايه؟ وفرت نقاط. دي نقطه تصميميه مصممين كتير ما بياخدوهم من نقطه زي دي.
ما انا قلت لك يا باشمهندس القصه دي بتهملها على حسب المعماري المتاح. افرض المعماري مش متاح بالنسبه لي، او مش هعرف اغير في المعماري، او المعماري الدنيا قافله في المعماري فاضطر ان انا التزم ان الاندام كله. القصه تاني، لو انا عندي جار زي ما عرفنا في الاوائل، اللي طالما عندي الجيران العمود على العمود الجار هيحصل له انقلاب، هيحصل له هيتقلب الناحيه ناحيه الجار، لذلك بننقل الاندام، بننقل الاعمده بنربط الاعمده بشدادات، الشدادات دي لما تيجي تعمل لها ديزاين بتاخد حديد كتير وابعاد كبيره لانها شايله بندنج مومنت عالي. فلو انا مهندس مصمم عايز اوفر للراجل يعني وفاهم التصميم صح، احاول ان انا انقل كام عمود جوه، انقل كام عمود من جوه بحيث ان انا احط العمود في المنتصف وبالتالي اقلل ايه؟ اوفر حديد التسليح، اوفر قطاع الدكتور. اول نقطه لو انا شفت حاجه بالمنظر ده، دي اول نقطه. دي اول نقطه. في نقطه ثانيه يا باشمهندسين هنا برضو لازم ناخد بالنا منها، بتحصل غالبا لما يكون في مبنى قديم. بتحصل غالبا لما يكون في مبنى قديم، ايه اللي بيحصل؟ ممكن انا لو انا المفروض ان ده المبنى بتاعي، ان ده مبنى جبار ودي الحدود الارض بتاعتي، يعني دول الارض، وانا اقعد اكن بالظبط اقعد كروس سكشن كده، ده كروس سكشن وده حته جبار. يفضل انا طبعا اللي انا هعمل ايه؟ انا هعمل عمود جار هنا، يبقى في عمود هيبقى لازق كده جنب الجار، تمام؟ العمود بتاعي هيبقى لازق جنب الجار كده. لازم تتاكد ان الجار ده عدل، لازم تتاكد ان الجار ده يكون الجدار بتاعه او الحائط بتاعه يكون نازل راس تماما، لان العمود بتاعك هيجي لازق فيه. فتخيل كده لو انا عندي الجار مقلوب ان حته الجار مثلا واخده ميل بالمنظر ده، واخده ميل بالشكل ده، فهلاقي مثلا في الاول ماشي العمود بتاعي يطلع صح، لكن بعد كده هلاقي العمود بتاعي بدا يميل مني، العمود بتاعي هيبدا يميل، العمود هيبدا ايه؟ هيبدا يحصل فيه ميلان. تمام، انت بنحل مشكله دي زي دي ازاي؟ المبنى بتاع الجار ماشي عدل في الاول، بعد كده ابتدى يحصل فيه ميل. فانا لما اجي اخد العمود بتاعي الاقي العمود بتاعي يبتدي ميل. ممكن في بعض الاحيان في بعض المباني القديمه ممكن تلاقي الميل ده حوالي 7 او 8 سم. الميل دوت 7 سم او 8 سم. فهلاقي العمود بتاعي ميل حوالي 7 سم. في حاله زي دي عشان اامن نفسي في حاجه زي دي، المفروض ان انا اوزن العمود، اوزن الحائط بتاع الجار، اللي انا اوزن الحائط بتاع الجار. اجيب ميزان، اجيب مثلا البلبل، يعني ايه البلبل؟ او اجيب ايه؟ اجيب تقل، عباره عن تقل زي ما هنشوف، ايه حته حديد او طوبه واعلقها في قلب خيط، طوبه او خيط او اي حاجه، حاجه من تقل زي ده كده، زي ميزان الخيط كده، واطلع على الجار من فوق، واطلع الجار من فوق، وانزل التقل ده، وانزل التقل ده، وقيس المسافه من الخيط للجار من كذا نقطه مختلفه، يعني من فوق كده ومن منتصف ومن تحت، واشوف هل الثلاث نقط دول من تحت زي من فوق زي من منتصف، اتاكد بس ان الجار مايل ولا مش. لو الجار مايل اضطر ان انا ارجع بالعمود بتاعي شويه، بحيث ان انا اعمل ايه؟ اطلع العمود بتاعي. حاله زي دي مش هخلي العمود بتاعي لازق جنب الجار، لا، انا هرجع بالعمود بتاعي 3 سم، هرجع بالعمود بتاعي 3 سم بحيث اللي هو يطلع عدل. زي ما قلنا المشكله دي بتحصل في المباني القديمه، يعني المشكله دي غالبا حضرتك لما يكون عندك مبنى قديم، يعني انت لو ملاحظ ان ده مبنى قديم، مباني قديمه، المباني القديمه زي ما احنا عارفين ممكن تلاقي مايله ارقام كبيره. فانا هتصرف انا ازاي زي دي؟ يبقى انا اضطر ان انا اوزن عمود، اوزن المبنى بتاع الجوار زي ما قلنا اللي هو غالبا مباني قديمه، واتاكد. في بعض الحالات زي ما قلنا بنلاقي الاعمده، بنلاقي في بعض الاحيان بنلاقي الميل بيكون كبير، فبضطر ان انا اعمل حل انشائي ازاي؟ اعمل كوابين، يعني مثلا ده حدود الجار بتاعتي، ده حد الجار، ولقيت ان الراجل مال عليه شويه كتير، فبقوم جاي راجع بالعمود بتاعي مسافه مثلا متر ولا حاجه، طب المسافه اللي باقي ده يا باشمهندس تعمل فيها ايه؟ هقوم عاملها كابولي، هطلع من العمود ده كابولي، والحم على الجار، والحم على الجار، بحيث ان انا استفيد من الايه؟ كل المسافه دي كلها، بحيث ان انا ميل مع الجار، يعني الكابولي بعد ما يطلع متر وفي دور تاني يطلع 90 سم وفي دور تالت يطلع مثلا 95، ما عنديش مشكله في الكابول لما اقلله شويه، لكن عندك مشكله طبعا في العمدان، ما ينفعش العمود يبقى هيطلع مايل. يبقى دي في بعض الحلول بنعملها، اللي انا جاي لو الجار مثلا بحاجه ارجع بالعمود شويه واقوم جاي واخد عليه كابول. دي حاجه لازم في العمدان قبل ما ننفذ العمدان عامه نكون عارفينها ومتفقين مع الاستشاري، مع الديزاينر على حاجه زي دي، اوكي؟ يبقى احنا عرفنا الحالتين اللي بنرجع الاعمده فيهم، عرفنا الحالتين اللي بنرجع الاعمده فيهم. طيب دلوقتي عايزين بقى ايه؟ نبدا ننفذ
الاواعي، اسف، نبدا ننفذ الاعمده. طيب عشان تنفذ العمود، ده العمود بالمنظر ده كده، ده الاشاير اللي احنا مطلعينها من الاواعي، دي الاشاير اللي احنا طلعناها من الاواعي وخدنا دي. طيب اول ملاحظه لازم تبقى عارفها، ان انا ما بشتغلش على اشاير. اول ملاحظه ان حضرتك مش بتشتغل على اشاير، يعني ما ينفعش اجي اشاير زي دي كده واقوم جاي حاطط العمود بتاعي الخشب، اجي زي دي كده السيخ اهو، المفروض ان العمود فيه كفر 2 سم ونص، او جاي واخد لوح خشب كده على مسافه 2 سم و2 سم كده، لا ما ينفعش. سواء كان الاواعي طالعه من الاعمده، طالعه من الاساسات او اعمده الادوار العليا، ما ينفعش نشتغل اشياء، لان شايف بالشكل ده ان الاشياء كلها لمت على بعضها بسبب سوء تنفيذ، الاشياء كلها لمت على بعضها. طيب لو انا جيت اشتغلت على هذا جديد يبقى عمود بايظ، عمود هيطلع بايظ، عرض العمود هيطلع كبير قوي عن اللي تحته او قليل قوي، ما هوش بالابعاد المظبوطه. طب امال اشتغل على ايه يا باشمهندس؟ بشتغل على حاجه اسمها خنزير او الريجه او التحليقه، اللي هم الثلاث مسميات دول، خنزير او ريجه او تحليقه، بشتغل على الثلاث. يبقى لازم نشتغل على ريجه، اللي احنا اتكلمنا عنها الريجه ازاي بنظبط، ازاي بننفذ الريجه، وازاي بنستلم الريجه، لازم قلنا كلها تكون في مستوى افق واحد، لازم يكون الزاويه ده الضلع ده مع الضلع ده يكون زاويه قايمه، زاويه 90 درجه، قلنا بنعملها عن طريق مثلث فيثاغورس 3 4 5 او 6 8 10، وقلنا افضل حل علشان تضمن ان انت زويت المبنى صح، اللي انت تقيس اقطار الاقطار، يعني لو ده خنزيره اقيس النقطه دي للنقطه المقابله لها هي، واقيس النقطه دي للنقطه المقابله لها، اللي هي الاقطار بتاعه المبنى، يعني لو تحلف اللي انت تقيس الاقطار ومعاك شريط يديك الاقوال، افضل طريقه اللي انت تتاكد ان زاويه قايمه اللي هي الاقطار بتاعه المشروع او الاقطار بتاعه الخنزير. يبقى انا شادد ايه؟ يبقى انا لما اجي اشتغل من على الخنزير، تمام؟ طيب هوقع انا ازاي الاعمده بتاعتي؟ قلنا في اول حاجه اسمها التحقيق. في الاول خالص لما المبنى لما نجار اللي بينفذ الخندان بيعمل ايه؟ بيجي اول، احنا دلوقتي مش مهندسين برضه عشان نبقى الدنيا واضحه، مصريه، هنشتغل شده مصريه، تمام؟ وفي اخر المحاضره او المحاضره الجايه هنشتغل على الشده السوريه، هنعرف انت بيستخدم الشده السوريه والاحتياطات بتاعتها، وازاي اطلع شغل محترم جدا الشده السوريه، ازاي ابقى عامل كنترول عليها، تمام؟ لكن دلوقتي احنا هنتكلم على الشده المصريه. هنشتغل بقى ازاي بقى على الموضوع ده؟ في الاول خالص النجار لما بيجي يشتغل عمدان، التتابع بتاع الشغل بيبقى عامل ازاي؟ بيجي جنب كل عمود، من الاعمده اللي انت شايفها دي، ويحط قدامه اربع عروق. بيجي على مسافه مناسبه مثلا متر كده ولا حاجه من جنب الاشاير بالتقريب كده بالنظر كده، ويحط ايه؟ ويحط عرق خشب. بيجي مثلا هنا ويحط عرق، ويجي هنا يحط عرق، كده اربع عروق جنب كل عمود. طيب العروق دي هيمسكها ببعضها عن طريق حاجه اسمها برندات. هيمسك العروق دي مع بعضها عن طريق حاجه اسمها برندات. يبقى لو انت شايف في المرحله دي كده بيبدا يشبك العروق بتاعته زي ما انت شايف كده، بيجي ايه الاول يشبك العروق بتاعته. بيجي يشبك العروق عرق ومسافه ويبدا يمسكهم ببرندات والكلام ده. يجي في المرحله الثانيه بعد كده كل عمود يحط جنبه الاربع عروق بتوعه، يبقى كل عمود هيبقى جنبه اربع عروق. الاول حاجه الفايده بتاعت البرندات اللي انت شايفها دي، دي اسمها برندات، يعني العروق الافقيه دي، العرق ده، العروق دي زي الماوس مشاور كده، العروق دي كلها دي العروق دي اسمها برندات. البرندات دي فايدتها في الاعمده اللي هي الاتزان الافقي بتاع الشده، اتزان افقي للاعمده. يبقى هي عامله اتزان افقي في المستوى الافقي في اكس وواي. لما نيجي نتكلم على الشده الخشبيه بتاعت الاس اوف، فايدتها فايده البرندات هتبقى عامله اتزان للشده، وبتقلل طول الانبعاج بتاع العرق، يعني انا لو عندي عرق زي ده كده بالارتفاع ده كله، تمام؟ لما اجي اربطه ببرنده من المنتصف كده بتقلل طول الانبعاج، الباكلنج لينز بتاعه، لان في الشده العرق ده يكون متعرض لكمبريشن فورس، الاحمال بتاعت السقف، فممكن يحصل له باكلنج. فالبرندات دي هتقلل طول الانبعاج. البرندات ده ارتفاعها يعني ايه؟ حوالي 2 متر مثلا ولا حاجه. يعني البرندات دي مثلا متر 80 ماشي لحد 2 متر، بحيث ان المهندس يقدر يتحرك ده. المهندس يقدر يتحرك تحتها ويقدر يمشي. لان في بعض الصنايعيه، في بعض النجارين خصوصا في الشدات الخشبيه، لما بيجي يعمل البرندات بيعملها منخفضه، يعني مثلا متر ونص ولا حاجه، فيجي المهندس عشان يلم الشغل من تحت ما يقدرش يتحرك جوه الشده، لازم
ويقول لك ده امتى انا مش مهندس وافضل، لا يبقى لازم البراندات تبقى ايه في مستوى اعلى من ايه من راس المهندس، بحيث ان المهندس يقدر يتحرك تحتها علشان يقدر يستلم شغل. ده اول حاجه الراجل ده بيعرفنا دلوقتي فكره البراندات. بيجي ايه عروق كده، ان عروق يمسكها في بعضها زي ما انت شايف كده، العرق ده والعرق ده عن طريق البراندات. بعد كده بيجي جنب كل عمود من الاعمده، العمود ده بيجي جنب كل عمود من الاعمده ويحط جنبه اربع عروق، بيحط كل جنب عمود اربع عروض زي ما انت شايف كده يا شمس. يبقى ده عمود، هتلاقي الثاني الثالث الرابع، اوكي، وزي ما انت شايف متمسكين كلهم بالبرمبار زي ما عرفنا فائده البرمبار. والاربع عروض ده، الاربع عروض دي ممسوكه من تحت عن طريق الواح لا تزانه. البرمبار ده عشان تسيب تبقى الواح لا تزانه، البرمبار تبقى الواح لا تزانه وماسكها من وماسك الالواح العروق، العروق دي من تحت برضه بالواح لا تزانه من تحت، يبقى ماسكها من تحت يبقى الواح لا تزانه وفوق من الواح لا تزانه. يبقى هو كده العامل اتزان كده للشده. يعني انت دي فايده الشده المصريه، لو انت ملاحظ هتلاقي عروق وعياء، عروق جنب الاعمده، هتلاقي برندات راحه، هتلاقي زي ما شفت تحت دلوقتي حاطين نهايز جامده، فتلاقي الشده زي ما انت ملاحظ كده فيها اتزان قوي جدا، فيها اتزان قوي جدا، برندات عروق نهايز وهكذا، فتلاقي الشده فيها استابيليتي عاليه. تمام، دي حاجه. لو انت بصيت من البلان من فوق هتلاقي جنب كل عمود اهو، كل عمود حضرتك شايف البرمبار، يعني اسف هتلاقي نفسك شايف العروق. هتلاقي لو انت مسكت اي عمود من ده هتلاقي جنبه اربع عروق، يعني انت لو مسكت اي عمود في دول ده عارف الثاني الثالث الرابع، نثبت فهنثبت في العروق دي الحطط والكلام ده. ده بيكون شكل النهايه في الاخر بعد ما عمل الاربع عروق بتوعه ومسكهم بالبرمبار. البرمبار بتكون في اتجاه اكس وواي، يعني البرمبار بتكون في اتجاه اكس واتجاه واي، اوكي. بالنسبه لعمود الجرعه هنتكلم عنه يا باشمهندس، بالنسبه بس الناس بس تركز معانا والله ما هنسيب حاجه، يعني الناس بس تركز وكل اللي انت هتعرفها تعرفه باذن الله. طيب ساعات في بعض الاحيان بتكون الاعمده ارتفاعاتها عاليه، يعني ممكن العمود ارتفاعاته في الادوار خصوصا الادوار الدور الارضي والكلام ده، او الادوار المساجد، المساجد بتلاقي ارتفاعات الاعمده عاليه، المولات بتلاقي ان الاعمده ارتفاعاتها عاليه، الادوار الارضيه بتبقى ارتفاعاتها عاليه. طب يعني المشكله تبقى فين؟ في حالة زي دي بنعمل البرندات على صفين اثنين، يبقى ده برندات على صف وبرندات على صف ثاني. يبقى في حالة زي دي بنعمل برندات على صفين، زي ما قلنا البرندات عاملان اتزان للعمود في اتجاه اكس واي، فالعمود ده هيتحرك لاكس ولا واي، عامل اتزان. العمود ارتفاعه مثلا اكثر من 4 متر ولا يعني 3 ونص كده 4 متر، لما يبدا يزيد عن كده ببدا اخد كصف حضر، اسف صف برندات. دي الملاحظة دي. تعالى بقى يا باشمهندس عايزين نوقع بقى الأعمدة. دلوقتي النجار بدا يمسك الاعمده كلها روب برندات وظبطها والكلام ده كله، هيبدا بقى بعد كده نوقع بقى الاعمده. هنبدا بعد كده نبدا نوقع الاعمده بتاعتنا، توقيع بتاع الاعمده. طب نوقع الاعمده ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها، الناس بقى تركز معانا، اسمها تحطيط. بنعمل حاجه اسمها تحطيط. ايه التحطيط ده؟ التحطيط ده يا باشمهندس اللي انت بتوقع حطه العمود، بتعمل حطه للعمود. طب وما هي الحطه؟ الحطه اللي انت بتحدد بيها مكان العمود عباره عن مجموعه الواح، يمكن ممكن زي دي كده هي اوضح شويه. دي اسمها حطه يا باشمهندس، دي اسمها المرحله دي اسمها تحطيط العمود. يعني ايه تحطيط العمود؟ ان حضرتك بتحدد مكان العمود، بتحدد مكان العمود. لو انت ملاحظ ان اللوح اللي تزال لما ده دي اسمها حطه، اللي انا بحدد بتعريف الحطه اللي انا عباره مثلا عن اطار او عباره عن طوق من الخشب مثلا حوالين العمود المراد انشائه، الهدف منها اللي معرفه او تحديد مكان العمود اللي انا بحدد بيها مكان العمود. طب يا باشمهندس انا هحدد الالواح اللي تزال دي ازاي؟ يعني الالواح دي اللوح ده او اللوح ده او اللوح ده او اللوح ده هنحددهم ازاي؟ ده بقى لما نيجي نحدد الحاجات دي كلها بنحددها بالاجساد، عن طريق الاجساد اللي احنا شدينها من الخنزيره، عن طريق الاجساد اللي احنا شدينها من الخنزيره. تمام، دي صوره اوضح برضه للحطه. يبقى الحطه ايه؟ ده لوح وده لوح وده لوح، هدفهم تحديد مكان العمود. طيب اللي بيكون معاك قبل ما نبدا ننفذ بقى التحطيط والكلام ده كله، حضرتك بيبقى انا ببقى شغال على لوحه المحاور واعمده، ببقى شغال على لوحه المحاور والاعمده اللي هي دي لوحه المحاور والاعمده. تمام، دي حضرتك اللوحه اللي بتكون معاك. هشتغل على بقى على اللوحه زي دي ازاي؟ هنشتغل احنا على لوحه ازاي؟ اول حاجه قبل ما انزل احطك واعمل الكلام ده كله، اللوحه زي دي لازم يا باشمهندس في الاول خالص لو انت ملاحظ من الصوره دي، هل انت عارف فيها حاجه؟ هل انت عارف فين الجيران من الشوارع، من الجار فين، ولا دي فين، ولا دي فين، ولا مش عارف حاجه؟ اللوحه زي دي انا مش عارف فيها اي حاجه.
فيفضل وانت تشتغل انا اعرف الجيران والجار او الشارع او الكلام ده كله منين؟ من لوحه المعمار. ممسك لوحه المعمار اعرف ان ده جار او ده شارع او ده اتجاه. تمام؟ طيب لان انت لو نزلت بلوحه زي دي عشان تشتغل منها ممكن تدور في الموقع، ممكن تدور في الموقع، ممكن تيجي توقع المحاور ده اللي هي على في الاتجاه واي ده اهو، تروح توقعها على اتجاه اكس. يعني انت ممكن تروح توقعها على اتجاه اكس، تقلب المحاور عن بعضها. يبقى ده الموقع المحاور ده على الصف ده اهو، اللي عاملها ده على الصف ده، راح اوقعها على الصف ده والعكس. طب اعمل ايه بقى؟ وانت نازل توقع المحاور تجيب لوحه المعمار وتكتب الاتجاهات على اللوحه دي. يعني عايز اقول ان هنا الشارع، ان هنا في جار، هنا شارع، هنا جار، هنا شارع، بحيث وانا نازل الخنزيره محطوطه بعرف ان بدايه المحاور بتاعتي فين، اتجاه المحاور فين. ما بكونش تايه في الموقع، لان ساعات الواحد كان لما كان بينزل بلوحه زي دي بصراحه في الاول خالص، لما كان الواحد بيجي ينزل يستلم ايام من زمان كده من الخنزيره والريجا والكلام ده كله، لما كان بينزل بلوحه زي دي بيبقى واقف في الموقع تاني. طب انا لما اجي استلم انا هستلم فين بالظبط؟ ولا المحور ده بتاع مين وده رايح فين وده جاي منين؟ الواحد كان بيتوه. لذلك لما تنزل بلوحه زي دي تكتب عليها الاسامي بتاعتها. تمام؟ تقول تجيب لوحه المياه تكتب اه ده الشارع وده كذا، بحيث لما انزل استلم ابقى عارف انا واقف فين وهبدا اوقع من اول فين. يبقى في الاول بيبقى معاك لوحه زي دي زي ما قلنا هتبدا توقع عليها الحاجات بتاعتها الاتجاهات بتاعتها عشان تعرف. نقطة رقم اثنين يا باشمهندسين، لما اجي اشتغل على خنزيرة زي ما قلنا المرة اللي فاتت في المحاضرة، لما اجي اشتغل لو انت ملاحظ في لوحة زي دي ان انت مثلا لو حاطط لك الابعاد المحاور بالشكل ده كده، المسافة المحور واحد، المسافة من محور واحد 3.5، مسافة من واحد من 2 ل 3 3 متر، المسافة دي وهكذا. هل لما اجي اشتغل وانا شادد الخنزيرة يا باشمهندسين بشتغل بالمنظر ده كده؟ لا انا ما بشتغلش بالمنظر ده كده، لانك انت لو مسكت اكس واحد اكس باكس توقعه بيحصل نسبة خطأ. لأن طبعا لما تيجي تقيس بالشريط يا باشمهندس بيحصل حوالي 3% نسبة الخطأ. يمكن الكلام ده أنتوا عارفينه من المساحة بتاعت سنة أولى مدني، الشريط بيحصل في نسبة خطأ من لما تيجي تشده بيبقى فيه خطأ 2-3 مللي. فأنا لو أنا عندي 7 أكسات بالمنظر ده كده، لو أنا عندي 7 أكسات بالمنظر ده كده، لو أنا قست كل أكس لوحده، الأكس ده والأكس ده والأكس ده لوحده، وسبع أكسات 7 × 2 دي كام؟ ب 14 مللي. يعني انت هيبقى في فرق عندك سنتي ونص. لو انا عندي مبنى كبير ممكن تلاقي عندك الترحيل يحصل 3 سم، يبقى اخر عمود تلاقي 2-3 سم. لذلك لما اجي اشتغل على المحاور باخد المحاور كلها جمع تراكمي. يعني المحور الاولاني ده الصفر بتاعي، المحور الاولاني ده بيكون الصفر، احنا عرفنا ده نجيب اول اكس بالخنزيره. عرفنا ازاي المره الخنزيره ازاي بنجيب اول اكس. قلنا بنشوف اللوحه بتاعت المعماري بتاعتنا فين، ونشوف وش المبنى فين، ونشوف اول اكس فين، بنقيسه ازاي ونحدده ازاي. لما اوقع اول محور لاول اكس الصفر بتاعي اللي هو الصفر بتاعي صفر وصفر، هقيس بعد كده عشان اجيب الاكس رقم 2 هقيس 3 متر ونص على الشريط، احط الصفر بتاع الشريط هنا وافرد الشريط لحد الاخر وابدا اجمع جمع جمع. يعني المسافه دي 3.5 والمسافه اللي بعدها 3.5، فلما اجي اوقع الاكس ده هفرد الشريط اجي عند مسافه 3.5 واقول احط نقطه، النقطه دي اللي هي الاكس بتاع 2 على مسافه 7 متر اللي هو اكس رقم 3 على مسافه 9 متر لاكس رقم 4 وهكذا. دي نقطه. النقطه رقم 2 لما حضرتك تيجي تقيس ابعاد قيس بالشريط الاستيل، قيس بالشريط الاستيل لا تشتغل شريط القماش او شريط الكتان، لان برده لو زي ما احنا فاكرين من المساحه ان الشريط القماش ده نسبه الترخيم بتكون عاليه، تلاقي الخيط بيرخم منه فيديك نسبه خطا كبيره، لكن الشريط الستيل الترخيم بتاعه مش كبير فتلاقي النتائج لحد ما دقيقه. نمسك بقى عمود صغير كده او عمود واحد نشتغل عليه، هنوقع عليه ازاي الكلام ده كله وازاي هنرسم الخطه عليه. تمام؟ لو انا خدت عمود واحد عمود زي ده كده اشتغل عليه، لما باجي اشتغل يا باشمهندسين يبقى زي النقطه دي نلخصها كده، زي ما قلنا الكلام ده حضرتك بتجهزه قبل ما تنزل الموقع، قبل ما تنزل تنفذ، مجمع الابعاد دي جمع تراكمي وكاتب على الموضع عليها ده جار وده كده عشان تعرف بدايتك من نهايتك، راسك من رجليك يعني. بعد كده ايه؟ تعال نمسك عمود واحد اللي هنشتغل عليه، لان جميع الاعمده بتبقى بنفس النظام، يعني جميع الاعمده هتكون بنفس النظام. دي الاكسات اللي موجوده عندك في لوحه المحور والاعمده. طيب انا محتاج ايه؟ محتاج اجيب وش العمود ده. وش العمود ده. كل شغلنا يا باشمهندس كل تناسب بالنسبه للاجسام، كل شغلنا بيكون مناسب للاجسام. يعني من كل الشغل انا شادد الاجسام بتاعتي من الخنزيره وكل الشغل بتاعي بيتناسب ليه.
فالعمود ده متنسب نسبة إلى الأجساد، الأواعد متنسبة للأجساد والعمدان للأجساد. هجيب بعد كده المسافة، محتاج أنا أجيب المسافة من الأكس لوش العمود كام في الاتجاه ده؟ المسافة من الأكس لوش العمود كام؟ المسافة من الأكس لوش العمود كام في الاتجاه ده؟ الاتجاه الثاني المسافة من وش العمود للأكس كام؟ والمسافة من وش العمود للأكس كام؟ يعني المسافة دي كام؟ والمسافة من الأكس لوش العمود كام؟ وكذلك في اتجاه واي واتجاه اكس. الاكس مش شرط يكون في نص عمود، يعني الاكس ممكن يكون في اي مكان بالنسبه للعمود، ممكن يكون لاطش في العمود. لو الاكس بيمر في وش لازق في العمود بنسميه اكس لاطش. اكس لاطش، الاكس لاطش ده اللي هو بيمر بايه؟ بالعمود، بيحف بالعمود كده. يبقى انا محتاج اجيب المسافات دي. طبعا الكلام ده يكون فين بقى؟ الكلام ده يكون في لوحه المحاور والاعمده. الكلام ده لما بيجي لوحه المحاور والاعمده هو بيكون زي ما قلنا بيكون ماسك العمود بنقطتين اتنين. بيكون ماسك العمود من نقطتين اتنين، يعني هو بيكون ماسك لك حروف من العمود يقول لك اديت مسافه افقيه ومسافه راسيه. طب ما اجي اوقع ازاي بقى؟ انت الاكس اللي هو الاكس ده انت حضرتك شده على الخنزير، فعشان اجيب وش العمود ده يبقى هو هنا العمود ده 30 سم. لو انا بصيت هنا العمود ده 30 سم، طيب الاكس بيمر بنص العمود يبقى المسافه دي 15 ودي 15، يبقى المسافه الاكس لوش العمود خلاصها 15. بس خلي بالك لما تيجي توقع الحطه، لما تيجي توقع الخط الحطه بتاعتك اللي هي دي اسمها الحطه، لازم اخد في اعتبار التجليد بتاع العمود او الخشب بتاع العمود، تخانه العمود. لازم اعمل التخانه بتاعه الخشب بتاع العمود. يبقى عشان حضرتك تجيب المسافه دي مش هسيب مش هقيس مسافه 15 سم من الاكس، هقيس مسافه كام؟ الخشب اللي اتزانه التخانه بتاعته 2 سم ونص. وبالتالي عشان اوقع الحطه يبقى 15 سم زائد 2.5 17 سم ونص. 17 سم ونص. يبقى لما اجي اقيس بالشريط بتاعي حط لما اشد الاكس اجي اقيس المسافه دي اقيس 7 من 17 سم ونص عشان اوقع الحطه دي. دي اسمها الحطه. يبقى انا بزود 2 سم ونص تخانه اللي هي المسافه من وش العمود للاكس. طيب بالنسبه للاكس اللي في الاتجاه الثاني نفس الكلام. العمود طوله 60 سم. الاكس فين؟ ان الاكس هنا من وش العمود الاكس 10 سم، يبقى المسافه دي 10 سم. طيب المسافه الباقيه كل كام من وش من هنا لحد هنا؟ تبقى 50 سم. 50 سم يبقى 10 و50. طيب بتيجي هتاخد في اعتبارك ال 2 سم ونص تخانه 2 سم، يبقى حضرتك بتشد محاور زي دي كده. لو انا خدت عمود كده عشان نتكلم عليه في التنفيذ، مثلا انا عندنا في الشكل ده ان الاكس بره العمود او بيمر بوش العمود، ده الاكس حضرتك وده مسمار الاكس، ده مسمار الاكس. علشان حضرتك توقع الحطه دي، دي اسمها الحطه، ده زي ما قلنا بقيس المسافه من اكس، بقيس المسافه من الاكس لحد كام؟ على حسب المسافه اللي انت حسبتها من الاكس لوش العمود خرسانه، ده اسمها خرسانه، خد كام؟ واخد تخانه. لا البليود بيبقى اقل شويه، يعني ممكن تلاقي تخانته سنت ونص كده في الحدود دي. لا ال 2 سم مش كفر يا باشمهندس، ال 2 سم ونص مش كفر، ال 2 سم ونص تخانه العمود، تخانه الخشب. انا دلوقتي يا باشمهندسين دلوقتي انا عندي اكس، المسافه من وش الاكس لوش العمود كام؟ 15 سم. طيب لازم الحطه يبقى في تخانه خشب، تخانه الخشب دي تخانه الخشب دي 2 سم ونص، تخانه الخشب 2 سم ونص عشان تحط الحطه بتاعتك، يبقى في حطه هتيجي هنا بالمنظر ده. وتبدا تحط التجليد بتاعك، يبقى ال 2 سم ونص دول مش كفر، ال 2 سم ونص دول عباره عن ايه؟ عباره عن تخانه الخشب التجليد. عباره ايه؟ عباره عن الخشب التجليد بس كده. دي الفكره بتاعت التحطيم. بتوضح بتحطط ازاي؟ يبقى بقيس المسافه من الاكس، الكلام ده بتبقى حضرتك مجهزه قبل ما تنزل الموقع. الكلام ده بتبقى مجهزه قبل ما تنزل الموقع. بتشوف الاكسات بتاعتك وتزود 2 سم ونص. شو الاكسات بتاعتك وتزود 2.5 من كل ناحيه. ممكن الاكس يبقى لطش على العمود زي ده كده، الاكس هنا لطش على العمود تمام، فهسيب 2 سم بس ايه؟ 2 سم ونص بس اللي هم تخانه التجليد. بتيجي بتوقع شدد انت اكس في واي، الاكسات بتاعتك في اتجاه اكس اتجاه واي، وتبدا تقيس المسافات من الاكس لوش الحطه، الاكس لوش الحطه تلاقي لك شكل بالشكل ده كده، والحطه هي تحديد مكان العمود. خلاص بعد كده ده المكان بتاع العمود. نفس الكلام اهي، دي الحطه اللي هي تحديد مكان العمود، وده الاكس بره العمود اهو، مفيش فيها مشكله. ساعات بتيجي المفروض ان كل عمود يبقى فيه اكس، كل عمود يبقى فيه اكس،
ساعات المعماري بيجي المعمار في الغالب بيحط هو اللي بيحط جنس يحط اكس على العمود، جنس اكس يحط اكس على العمود. المفروض المهندس اللي هيبدا يعمل الديزاين لو لقى المعماري ناسي اكس هو يحط الاكس ده، يحط الاكس ويشتغل عليه. بعد ما بتعمل الحطه السفليه وتستلمها المهندس بيستلم الحطه دي، يعني التحطيط ده حضرتك بتستلمه، التحطيط ده انت بتستلم التحطيط ده. زي ما انت شايف دي المسافه اهي. طيب حد يقدر يقول لنا المسافه من وش الحطه لحد الحديد دي كام؟ حد يقدر يقول لنا المسافه دي هتطلع كام؟ من وش الحديد من الحديد دي هنا كام؟ بالظبط 5 سم. يبقى 2 سم ونص تجليد و2 سم ونص ايه؟ و2 سم ونص كفر. لما احنا بنتكلم من وش الحديد لوش الحط. بعد ما بيعمل الحركه دي كده ويلمها وتظبطها كده وتتاكد ومسافتك مظبوطه. كان في بعض المهندسين بتعمل حاجه اسمها استرباع من الحطه. بتعمل استرباع الحطه. يعني ايه استرباع الحطه؟ بيقيس القطرين بتوع الحطه دي بحيث يتاكد ان الحطه دي مستطيل او مربع بالظبط، يعني مفيش فيها الزاويه بتاع مفيش فيها اي حاجه، بحيث ان العمود يطلع زاويه ايه؟ يطلع الاركان بتاعته على زاويه 90 درجه، مفيش فيها زاويه او اي حاجه. ففي ناس بعد ما بتعمل الحطه بتتاكد ايه؟ على الزاويه القائمه بتاعتها اللي هم بيقيسوا الاوتار بتاعت الاوتار بتاعت الحطه. ما هو الزاويه يا باشمهندس اللي انت بتقيس عشان 90 درجه بتقيس الوتر ده، الوتر مقابل للزاويه الشكل ده كده اللي هو الضلع ده والضلع المقابل ليه. لو الاثنين زي بعض يبقى الحطه دي مربعه. لو مش قد بعض هو بيعدلها يعدلها يبقى مش ظابط المقاس. او جاي خبطها لك بالشاكوش كده ولا حاجه بحيث ان هو يعدلها لك تاني. بس. هتلاقي المقاس مش مظبوط، يعني هو لما جه قاس في نسبه خطا ولا حاجه ما ظبطتش معاه. لما بيبدا يعمل الحطه السفليه، الحطه السفليه بيعمل حطه العلويه. بيجي يعمل الحطه العلويه. ايه الحطه العلويه دي؟ اللي هي الحطه اللي فوق بتبقى في منسوب البرندات، بتبقى في منسوب البرندات. في الاول بيعمل الحطه العلويه عن طريق حاجه اسمها ميزان خيط. بيجي يعمل الحطه العلويه عن طريق ميزان الخيط اللي هو زي ما انت شايف كده. طيب ميزان الخيط ده بيتكون من ايه زي ما قلنا قبل كده؟ عباره عن حته دي اسمها عصفوره او خيط الشغول. الحته دي اسمها عصفوره والحته ودي الطول. المسافه من الخيط ده، المسافه من الخيط لنهايه الاسطوانه هي يعني نفسها المسافه من هنا لحد نهايه الاسطوانه، لحد نهايه العصفور. المسافه دي بتساوي المسافه دي، وبالتالي لما يكون الاثنين على خط واحد يبقى ايه؟ تتاكد ان هو راس تمام. لما بيجي ينقل الحطه السفليه بينقلها عن طريق ايه؟ عن طريق ميزان الخيط. بيجي في فوق كده على البرندات اللي وقع منها ويبدا يحرك مين؟ الاسطوانه الزومبا اسف العصفوره تمام؟ لحد ما تمس الحط زي ما انت شايف كده الحطه السفليه، لحد ما تمس الحط ليه؟ يبقى بينهم وبين بعض تماس. لا هي داخله قوي في الحطه بتزق فيها تمام؟ لا هي بتزق فيها ولا بعيده عن، يا دوبك كده ايه؟ يبقوا بينصوا بعض بالظبط، يبقوا بينصوا في تماس ان الاثنين بيمسوا بعض بالظبط تمام؟ لو جبت ورقه بيضه، ورقه بيضه وحطيتها ما بين الحطه يا دوبك كده ورقه بيضه، دخلت الورقه البيضه دي بحيث ان انت تضمن ان الاثنين ماشيين على خط واحد بالظبط. يبقى بيجي من فوق على البرندات من فوق تمام؟ ويقعد يحرك الميزان يديله حاجه من المنظر ده. الاول ما تمس الحطه، اول ما تمس الحطه السفليه يبدا يثبت الحطه العلويه بالمنظر ده كده. وانا باجي استلم القصه دي، يعني انا لما اجي استلم الحطه السفليه مع العلويه بستلم حاجه بالمنظر ده. هنا نقطه لغايه الاهميه. ايه هي؟ بالنسبه للمهندس لما نشتغل بميزان الخيط، ميزان الخيط ده احنا بنستخدمه في المباني، بنستخدمه لما نيجي نعمل اعمال بيض ان شاء الله، بنستخدم ايه؟ الحطه السفليه مع العلويه. بس في انا كمهندس ببص على التقل اللي السفلي، ببص على التقل اللي تحت. يبقى انا كمهندس ببص على التقل ده عشان اشوفه بقى بيمس الحطه ولا خابط فيها ولا مش عارف ايه. يبقى انت عينك على الحطه. في نفس الوقت العامل بيقعد يلعب لك بالعصفوره بالحطه. انت شايف العامل ده ايد العامل اهي ماسكه العصفوره. فالعامل لو لاقي ان التقل بالظبط على الحطه بيقعد يلعب لك في العصفوره كده، يعلقها تحت صبعه، بيوديها شويه، بيميلها، بيعملها بحيث ان هم يظبطوا مع بعض. لانك انت ايه؟ واخد عينك على التقل بس. فلازم تبقى عينك على الحطه كمان، لازم اسف عينك على العصفور بحيث انت تتاكد ان الراجل ظبط العصفور. عايز تطلع من الموقف ده وانت بتبص قول للعامل ما تظبط العصفوره يا عم الحاج. بتظبط العصفوره يا عم الحاج. هو اوتوماتيك لو مش ظابطها يظبطها. لو مش ظابطها هو يظبطها. ولو مظبوط
مظبوط، هيقول لك يا باشمهندس ما مظبوط اهي بتاع مش عارف ايه، كمان بوافق يعني ايه على لما تقول لي كده يعرف ان انت عارف فاهم يعني. فتقوم جاي قايل له ايه؟ اظبط العصفوره يا عم الحاج. هو اوتوماتيك ايه هيتظبط معاك. يعني ايه دي الطريقه ايه؟ لكن انت كمهندس من غير ما تقول له حتى، انت عينك فوق وتحت، يعني انت عينك على التقل وعينك على العصفوره، لان زي ما قلت بيعلقوها. في بعض الاحيان ايضا يا باشمهندسين لما تكون عصفوره زي بلاستيك او خشب او اي حاجه بالمنظر ده كده، ممكن العصفوره احنا قلنا ان المسافه ما بين الخيط لنهايه العصفوره هي المسافه من الخيط للتقل، زي ما قلنا فوق، ان قلنا المسافه. ممكن تلاقي العصفوره نفسها مش مظبوطه، متاكله، ما هي الاثنين مش المفروض الاثنين يبقوا على خط واحد. يعني انا لو جبت العصفور نزلت العصفوره دي، طبعا بيبقى فيها فتحه كده، لو نزلتها وجبتها الاثنين على بعض ركبتهم على بعض، المفروض الاثنين يكونوا بيمسوا بعض. فانا لازم اتاكد ان الاثنين بيمسوا بعض فعلا ولا لا، لان زي ما قلنا ممكن تلاقي العصفوره دي متاكله شويه، فتلاقي الاثنين مش بيمسوا بعض. ممكن تلاقي بلاستيك او خشب فاتاكلت من كتر الشغل، اتاكلت من الشغل، فالاثنين ما تلاقوهمش بيمسوا بعض، وبالتالي تديك نتائج مش صحيحه، تديك نتائج مش صحيحه. فانت لازم تتاكد ان الاثنين فعلا متماسين، وان الخيط فعلا في نص العصفوره، الخيط ما يكونش فتحه العصفوره ما تكونش كبيره مثلا، الخيط يطلع يكون بيلب فيها ولا حاجه، تمام؟ ما تدكش نتائج مظبوطه. دي بس الملاحظه في موضوع الحطب ده، ان حضرتك تبقى واخد بالك في حاجه. بالنسبه لموضوع اللي احنا قلنا في الدور العرضي يبقى عندنا خنزيره وبنشد منها والدنيا تمام. طب بالنسبه لفوق ان شاء الله هنتكلم فوق عليها فوق ان شاء الله، يعني الناس ما تقلقش بتاع الخنزيره اللي فوق في الادوار العليا هنتكلم عليها، وازاي بنستنتج خنزيره جديده من الادوار اللي تحت بنطلعها فوق، يعني الناس ما تقلقش. الباشمهندس اللي بيسال بيقول ازاي اضمن ان الحطه مش هتتحرك؟ احنا قلنا يا باشمهندس ان العروق ده اهي، ان العرق ده والعرق ده والعرق ده اهو بيكونوا ممسوكين في بعض عن طريق برندات. الحطه العلويه حضرتك بتمسكها بالبرندات من فوق، بتثبتها على البرندات. طيب بالنسبه للحطه السفليه احنا قلنا ان العروق ممسوكه من تحت عن طريق لوح الاتزان، اللي هي اللوح دي يا باشمهندس، اللوح دي ممسوك ماسكه العروق من تحت، بثبت عليها الحطب بتاعتي، يبقى الالواح الاتزان اللي هي ماسكه العروق من تحت بثبت بمسمار عليها الحطب، وبالتالي انت ما انتش خايف من البرندات حاجه، ما انت الحطب مش طالما مسمرتها مش هتتحرك. هو بيحط العصفوره على البرندات بس علشان يلقط البرنده اللي تحت، لان هو لسه دلوقتي ما حطش الحطه اللي فوق، ما حطش الحطه اللي فوق، فبيجي على البرنده، بيجي على البرنده ويقعد، يعني نشوف صوره برندات واضحه شويه مثلا، هو بيجي على البرنده كده ويبدا يظبط العصفوره، بيتحرك على البرنده لحد ما يلقط الحطه اللي تحت، يعني حطه زي دي تحت، هو بيبدا يتحرك على البرنده بحيث ان لما التقل يلمس البتاع الحطه اللي تحت يبقى هي دي مكان الحطه، فيعلم بمسمار وهي ده الحطه بتاعته. لكن لما ده النجار اللي بيعمله، لكن انا لما اجي استلم بستلم، لما اجي استلم الحطه العلويه منه بستلم انا الحطتين على بعض، ما بستلمش بقى البرندات والكلام ده، لا ده انا بحط الحطه العلويه على السفليه عن طريق ميزان الخيط، بركب الحطتين على بعض، ده انا بحط الحطتين على بعض، الحطه دي بحطها اللي فوقها الاثنين يكونوا ملامسين بعض. بيكون في عندنا حاجه اسمها نهايز، زي ما انت شايف كده اسمها نهايز، اللي هي اللوح المائل على زاويه 45 دي. النهايز دي اللي هي بتشيل الحركه الجانبيه، النهايز دي بتشيل الحركه الجانبيه، لو انت عندك هوريزونتال فورس اللي النهايز دي زي البريسنج في الستيل، لو انت متفكرين الستيل كنا بنعمل حاجه اسمها نهايز في الستيل عشان تشيل احمال الرياح، احمال الاهتزازات او الكلام ده كله، فالنهايز دي بتشيل الاحمال الجانبيه، لو عنده هوريزونتال فورس النهايز اللي بتشيل، والنهايز دي ما لهاش قاعده، يعني النهايز دي ما لهاش قاعده، هو بس يكون في ممكن تبقى في الاول باكيه واخر باكيه، على الصف الباكيه اللي في الاول وفي اخر باكيه زي الستيل كده، تبقى على زاويه 45 درجه، وفائدتها اللي هي بتعمل لك ايه؟ بتشيل لك القوه الافقيه اللي بتتولي العمل، اللي هي زي ما انت شايف كده دي اسمها النهايز على زاويه 45 درجه. بعد حضرتك ما بتعمل الحطه العلويه والحطه السفليه والقصص دي كلها، النجار بيبدا يجلد ده، النجار بيبدا يعمل التجليد بتاعه، ده اسمه تجليد، دي اسمها تجليد، اللي هو ايه؟ بيعمل ثلاث اجناب للعمود، بيعمل ثلاث اجناب للعمود. المرحله دي اسمها تجليد، اعرف بقى بصراحه اسمها تجليد، يعني ايه تجليد؟ اللي هو بيحط بيركب الثلاث اجناب بتاع العمود على الجنب الثاني والثالث الناحيه الثانيه، تمام؟ بيشبك العروق اللوح بتاعته كده بس، تمام؟ ويسيب لك حضرتك جنب مفتوح كده عشان تشتغل في الحديد، بيسيب لك جنب ايه؟ الجنب الرابع مفتوح، الجنب الطويل بتاع العمود مفتوح علشان تبدا تشتغل في حديد التسليح، علشان تشتغل في حديد التسليح.
يبقى دي اسمها مرحله، ده اسمها لما تقول الحداد تجلد الانديه يعني المرحله دي. مرحله التخطيط اللي هو انت بتوقع الخطط للعمود. مرحله التخشيب، التخشيب ده اللي هو العروق، بيمسك العروق بالبرندات بالنهايز، دي اسمها تخشيب. وكذلك في السقف، لما نيجي في السقف تقول لي النجار خشب السقف بتاعك، يعني اعمل العروق والبرندات وابدا اشتغل في العرقات بتاعك. هنعرف الكلام ده بعدين باذن الله. فدي الثلاث مصطلحات برضه لازم تبقى عارفهم. باب لنا هو بيوضح لك الموضوع اللي احنا اتكلمنا، بيلخص لك الصوره دي، بتلخص لك بقى اللي احنا قلناه كله. لو انا جيت بصيت عند اي عمود من دول، ده عمود هتلاقي جنبه اربع عروق، ادي عرق الثاني الثالث والرابع، كل عمود هتلاقي جنبه اربع عروق ثاني. ايه يفضل ان العروق دي كلها تبقى على استقامه واحده، ايه بحيث ان البرندات تبقى مظبوطه. طبعا الموضوع بيبقى موضوع بالنظر، والمسافات دي بتبقى بالنظر، يعني المسافات دي ما هياش مسافات استاندر. المسافه دي المسافه من العرق للعمود مش مسافات معينه، مثلا يبعد متر ولا متر ونص، ده هو النجار بيعملها كده بمجرد النظر بس، حاجه كده بمجرد النظر. فده بلان بيوضح كل الايه؟ الخطوط السمراء اللي في اكس وفاي دي اسمها البرندات، اسمها بالبرندات. لا يا باشا، استلام الخطوط بيبقى من جوه، خلي بالك من دي، استلام الحطه من جوه، الميزان يبقى من جوه، الميزان دي كده ده العمود اللي جوه اهو الحطه، ودي الحطه. الميزان يبقى من جوه العمود مش من بره، الحطه من جوه الحطه، لان من بره الحطه ممكن تلاقي الخشب فيه مشكله، الخشب فيه حته كده ولا فيه حاجه او فيه ميل او فيه حاجه هيطلع لك حطه مش مظبوطه. وكذلك الخيط، لما تيجي تشد خيط على جنب لبشه او على جنب اواعد، لازم الخيط يبقى من جوه النجار مش من بره، فالخيط بيبقى من جوه دائما، ميزان الخيط يبقى من جوه الحطه ما هوش من بره الحطه. في بقى حاجتين بقى، نقطتين بقى ايه لازم تعرفهم خالص. ايه هم؟ لو انت ملاحظ، لو انا جبت لك رجعت لك الصوره دي تاني، احنا بنتكلم دلوقتي على الشده المصريه. لو انت يا باشمهندس ملاحظ، بتلاقي عندك برندات في اتجاه اكس وواي، وعندك نهايز، وعندك الدنيا مقلوبه، ويعني كميه خشب كبيره جدا في الشده المصريه. طيب ليس من الذكاء، خلي بالك بقى من الكلمتين اللي هنقولهم دلوقتي، ليس من الذكاء. ايه بقى ليس من الذكاء؟ اللي انا اعمل النجارة الاعمده، اعمل نجارة الاعمده واصب الاعمده وافك الخشب وارجع اعمل نجارة السقف. ليه يعمل كده؟ يبقى مهندس مش عارف حاجه، او نجار ما بيفهمش. ليه؟ يعني انت عايز تقول لي بعد ما تعمل الفيلم كله في الاعمده عشان تصب الاعمده، تعمل ده كله برمضات ونهايز وعروق والدنيا مقلوبه، وبعدين تفكهم وبعدين ترجع تركبهم تاني علشان تشد السقف بتاعك، الكلام ده مش صح. طب علشان تشتغل بالشده المصريه، طالما عملت شده مصريه لازم تستفيد منها، لازم تستفيد منها. طب هتستفيد منها ازاي بقى؟ اللي انت يا باشمهندس تبدا تشتغل في السقف، تجهز الشغل بتاع السقف. لان يا باشمهندس العروق بتاع الاندان، يعني انا لو جبت لك صوره العروق بتاع الاندان، نفس العروق ديت هي نفس عروق السقف. يعني انا لما اجي اعمل سقف، لو جبنا اول صوره خالص اللي هي بتاعت البرامج، فالعروق بتاعي عروق السقف. لما اجي اعمل سقف، ما انا هعمل الفيلم ده كله اللي هي الصوره دي، ما هي العروق ده كلها انا لسه عاملها في السقف تاني، والبرامجات ده انا عاملها في السقف تاني. تمام؟ هل من الذكاء اللي انت بعد ما تعمل البرامجات والعروق دي كلها ترجع تشيلها، بعد ما تصب الاندان ترجع تشيلها وترجع تقيمها من اول وجديد عشان تعمل السقف؟ لا، انت كده حرام عليك. طب اعمل ايه؟ ابدا اشتغل في السقف، ابدا اشتغل في السقف. طب هتبدا تشتغل في السقف ازاي؟ انت دلوقتي العمدان، انت واخد عروق عند العمدان بس، صح؟ انت واخد عروق عند العمدان بس، كل عمود حاطط بجنب اربع عروق. طب ما اللي يخليك تعمل العروق جنب العمدان، ما تاخد العروق على سطح واحد، ما انت شديت برندات، تمام؟ ما تبدا ترص عمدان بقى، عروق بقى كل مسافه 500 سطح ده اللي هي بتاع الشد، هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله، المسافات بين العروق. فتبدا تشتغل في العروق بتاع السقف، بدل ما تعمل عروق العمدان ابدا اشتغل في عروق السقف، وبالتالي انا هتستفيد من البرندات والعروق بتاع العمدان، استفدت منها للسقف، فانت وفرت وقت، وفرت شويه وقت. بدل والنهايز بتاع العمدان هي نفس النهايز بتاع السقف، يبقى انا وفرت الشغل بتاع النهايز. والنجار بيبدا ايه؟ يشتغل في عمل العروق بتاعته، بيبدا يشتغل في نجاره السقف، بيبدا يشتغل في السقف، يجهز بقى ايه؟ هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، بيبدا يجهز بقى الحمالات والعرقات بتاعته، ويبدا يطبق في السقف. بحيث التطبيق ده هيساعدني في صب السقف، اصب السقف بسرعه، اصب السقف بسرعه، لو اصب بالبرندات، لو اصب بالبراويطه، او اصب بالبمب، العمال بتتحرك بكل سهوله. بعد ما بخلص السقف، بعد ما
النجار بيخلص العمدان تخلص، بيقوم جاي فاكك العمدان بتاعت خشب العمدان تمام، ويبدا يكون فاضل له يومين اتنين في السقف، يكون فاضل له يومين اتنين في السقف، بيكمل تطبيق بقى بتاع السقف بتاعه لو لسه ما خلصش يطبقه كله، ينزل يجهز الدواير بتاعت السقف، في نفس الوقت الحداد بيبقى شغال بيجهز الشغل بتاعه بيقطع حديده. القصه دي كلها بتاخد لها مثلا 4 ايام، وبالتالي لما تعمل حركه زي ده يا باشمهندس انت وفرت الوقت، وفرت وقت كبير جدا، وفرت وقت كبير جدا اللي انت تركب الخشب ده وترجع تشيله، وفرت بتوفر وقت وفلوس لان العماله دي بفلوس. يبقى انت لما تشتغل بالشغل صغير يا باشمهندس ابدا جهز السقف بتاعك، ابدا جهز السقف بتاعك بحيث ان انت ايه ما تضيعش وقت. دي حاجه. الحاجه رقم اثنين بقى، يبقى ده ملاحظه، ملاحظه اثنين بنشوف في بعض الاحيان حاجه زي الصوره، حاجه زي الصوره دي كده. ايه الكلام ده؟ ان دي ده الخشب بيبني الاول، بيبني الاول ويسيب مكان عمود فاضي، ويسيب مكان للعمود فاضي، حاجه بالمنظر ده كده. وبعد ما يبني يقوم جاي عامل ايه؟ العمدان بتاعه بحيث ان هو يعشق على الحيط. طبعا الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. ليه؟ لان هو هنا هيشتغل على الحيطه، لان هو كده ايه؟ الحيطه بالنسبه له جنبين اثنين، العمود بيبقى له 4 اجناب. هو هنا عنده جنبين اثنين، حيطه الناحيه دي وحيطه الناحيه دي. بيقفل الجنبين التانيين بيقفل الجنبين التانيين مباني والجنبين الناحيتين خشب. مشكلة الطريقة دي بقى لو الحيطة هو بيقفل الشد على المباني، وبالتالي لو المباني عنده فيها مشكلة العمود هيطلع مايل. يعني المباني لو مايلة العمود هيطلع مايل. لو الحيطة مايلة شوية في الاتجاه الأفقي العمود هيطلع مايل في الاتجاه الأفقي. لو الحيطة مايلة في الاتجاه الرأسي العمود هيطلع مايل في الاتجاه الرأسي. لذلك الكلام ده مش صح. ممكن نعملها في سور صغير، نعملها في حاجة مش هتفرق. لكن في مباني بالمنظر ده لو شفتها الكلام ده مش مظبوط. حد عنده يسأل؟ انا هفرجت الوقت على شويه فيديوهات عشان تعيشوا في المواقع. طيب في ناس عندها هي العمدان هتبقى مايله، يعني العمدان هتبقى مايله. طب بصوا يعني تعال نشوف الاول الفيديو ده الاول وبعدين نتكلم. ده شده العمدان بالمنظر ده. شايف انت الدنيا في الشده المصريه بتبقى مليانه خشب بالمنظر ده، يعني الدنيا كلها بتبقى خشب. كل عمود هتلاقي جنبه الاربع رؤى، ده عيار الثاني الثالث الرابع، يبقى كل العمود هتلاقي جنبه 4 رؤى 2 3 4. العروق منسوكه من فوق بالبرندات ومنسوكه تحت. الناس شايفه الفيديو؟ ومنسوكه تحت اهي بالواح الاتزان اللي احنا قلنا عليه. تمام؟ ده الخيط اهو اللي احنا بنقول المشدود من الاجسام والنهايز بتاعته والعروق الخشب اللي تحت اهو. تمام؟ يعني الناس تكون بس مركزه كده وواخده بالهم من ادي الخيط بتاعت الاكسات. يعني الناس لو شافها وهي شايفه الخيط بتاع الاكسات تتاكد يا باشمهندس لما تشد خيط الاكسات في لفظ اسمه طاعن. لفظ اسمه طاعن، يعني ايه طاعن؟ تتاكد ان الخيط مش طاعن، يعني ايه؟ يعني مش خابط في اي حاجه، يعني الخيط يبقى حر. تتاكد ان الخيط اللي ده خيط الاكس اهو، لو الناس واخده بالها ده خيط الاكس. لما تيجي تشد خيط الاكس تتاكد ان الخيط حر، بيتحرك كده، ما هوش طاعن. يعني ايه طاعن؟ لما تسمع اللفظ ده يعني طاعن، يعني ايه؟ يعني مثلا خبط في حته خشبه، خبط في قالب طوب، خبط في اي حاجه، دي اسمها لفظ طاعن. تمام؟ بتتاكد ان الخيط بتاعك ما هوش طاعن. تمام؟ ده خط ده خيط الاجسام اهو، وده زي ما قلنا المربع بتاع العمود تحت كل عمود الاربع قروب والخشب اللي اتزان اللي ماسكه. هنبدا بعد كده نقطع ايه؟ الحطه. لو انت ملاحظ ده الحطه بتاعت العمود اهي، ده حطه العمود وده حطه العمود اهي، بالجنبين انا وقطعتهم. تمام؟ ادي ده الخيط اهو يا باشمهندسين. لو انت ملاحظ ان الخيط بيتاكد من هنا ان الخيط مش طاعن، يعني الخيط حر ما هوش خابط في اي حاجه عشان يديله يبقى سطح. وادي الخيط هنا اهو، عشان لو ملاحظين الخيط هنا ملامس للايه؟ واخد ماتش في الحطه بالظبط. لو الخيط بعيد عن الحطه بتقيس المسافه زي ما قلنا، بتاخد المسافات بتاعته. تمام؟
يبقى لازم تتاكد ان الخيط بتاعك مش طاعن، اللي هو خابط في ايه؟ مش خابط في اي حاجه. اوكي، يعني انت والله يعني الناس بس تبقى الغرض من الفيديو بس ان انت تبقى في الدنيا، يعني كانك بالظبط قاعد في الموقع بالظبط. تعالى يعني لما بيركب الحطه العلويه بيقعد يرص الالواح بتاعته بكل سهوله، يعني لما بيبدا يركب الحطه العلويه بتاعته بيقعد يرص العلويه. يعني انت بس لاحظ معايا كده في الفيديو ده، هو دلوقتي ايه؟ ادى حطه علويه عنده حطه لما اهو بص، دي الحطه العلويه يا باشمهندس، لو الناس ملاحظه دي الحطه العلويه اللي هو الجزء ده المستطيل ده اسمه ده الحطه العلويه، تمام؟ الحطه العلويه لما بيعملها بيبدا يرص الخشب بتاعته التجليد بتاعه بيرصه بكل اريحيه بقى، خلاص هو حد الحطه من تحت ومن فوق بيبدا يرص العروق بتاعته اللي اللوح بتاعته على الخط، تمام؟ بيرص بكل سهوله. يعني بص هتشوف دلوقتي الراجل وهو بص للواح، بص بيجيب اللوح بسهوله وبيحطه في قلب الحطه، يعني انت ملاحظ اهو بيجيب اللوح لان هو ظابط الحطه اللي تحت معلقه، ويبدا يرص العروق زي ما انت شايف كده بكل سهوله. بص اهو مفيش فيها حاجه، مرحله التجليد وهكذا في كل الاتجاهات، ما هو بيعمل الفيلم ده كله في كل الاتجاهات. الدنيا ايه؟ شايف انت الدنيا فيها ايه؟ يعني ده الفيديوهين المخصصين بالجزء ده. اللي موجوده اللي تحت دي تحت فين؟ اللي تحت خالص دي برمبات يا باشمهندس، اللي تحت اسف البرمبات دي هي اللي العروق على منسوب متر 80 او 2 متر. يعني البرمبات دي البرمبات، يعني دي اسمها برمبات. يعني دي البرمبات، دي برمبات اللي على منسوب متر 80 او 2 متر. تحت بيكون العروق دي منسوكه تحت بالوحله تزانه. للوحله تزانه عشان يمسمر فيها الحطه. لا المقطع الاول لا في نهايز يا باشا. لو رجعت للفيديو الاولاني هتلاقي في نهايز موجوده. لا موجوده النهايز. باشا مش يعني لا 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 برضه الناس مش واصل لها الفكره. لا بصوا الناس بتحسب ان دي حطه، ان العرق ده اللي لوحده مش حطط يا باشمهندس. ده الاربع اللوح ديت اللي هي اللي هي ماسكين العروق الراسيه. والفايدتهم ماسكه العروق الراسيه وكمان هيبدا يسدد عليهم الحطه، يعني العروق ديت اسف اللي الواحد اللي تزانه دي تعلوم الحطه. يعني دي مش حطه. ده هي بس ده هو هيثبت الحطه لسه عليهم. تمام؟ يثبت الحطه عليهم لسه وماسكه العروق من تحت في المستوى تحت. عند منسوب صفر من تحت. اه لسه لو انت لاحظت في اخر الفيديو هتلاقيه بدا يركب حطه وبدا يظبط الخيط بتاعه. ده العروق دي مش حطه. ده بيها اللي زي ما قلنا هتثبت فيها الحطه لسه، يعني العروق اللي لوحدي لسه هتثبت فيها الحطه، لوحدها هتثبت فيها الحطه لسه، وماسكه زي ما قلنا العروق من تحت. انا نقدم شويه، بص شايف الحطه اهي بقى. دي ابص هتيجي في نص الدنيا كده، ابص ابتدى هيبدا يركب الحطط بتاعته لما يشد بس الغيط. بالنسبه لمرحله ده التجليد ده بص بيشبهك اي حاجه كده، بس بيشبهك اي حاجه. انا لسه هكلمك عن التواب بالتفصيل، يعني انا لسه ما اتكلمتش عن التواب. بص يا باشمهندس ده بصوا اللي بالنسبه للمرحله ايه بيشبك العروق للواح بتاعته باي اي حاجه كده. ده بصوا الاكس اهو، ده الاكس يعني الخط الابيض بصوا ده الاكس، تمام؟ لسه هيبدا هو يشد الحطه بتاعته. فالتجليد ده يا باشمهندس بيشبكه اي حاجه بس كده، لحد ما الحداد يخلص وتستلم الحديد بتاعك يبدا ايه اعضاء الخيط بقى يبدا يظبط عليه الحطب بتاعه. والحطه هتلاقيها هنا مش بعيده هنا ولا حاجه. هبص الحطه يا دوبك يا باشمهندس، يعني ده الحطه دي الحطه دلوقتي لو انت ملاحظ مش بعيده يعني ولا حاجه. على حسب بقى ما نعرفش بقى الحته بتبقى 5 سم 5 سم من الحديد. فالتجليد يا باشمهندس بالنسبه للتجليد بالمهندس بص التجليد ده انا بقى دلوقتي انا مش هبدا التجليد اي حاجه، يعني انا التجليد دلوقتي بص زي ما انت واخد
انا حته طفشه كده بنسميها حبسه، او اي حته لتزانه كده نمسكها اي حاجه، بحيث ان الحداد هيبدا يخش يشتغل، وبعد كده نخش في التهويه. نتكلم انا دلوقتي في مرحله اللي ايه التشغيل. حد عنده اي استفسار؟ برضه الناس مصممه على الجار. هل انا هشوف لكم الجار دلوقتي عشان الناس ايه؟ بص الجار بيبقى في جنب من هكلمكم عن الجار. طالما الناس بالنسبه للجار، انت بيبقى عندك لو انت عندك عمود جار ومفيش جيران، لو انت عندك عمود جار ومفيش جيران يبقى بالنسبه لك مفيش مشكله، هتعمل لها 4 جنيهات بتاعته وهتهويه عادي مفيش فيها مشكله، تمام؟ المجدار يعني بيقدر يشتغل. طيب افرض في جار بقى، افرض في جار، في حاله زي دي مش هنعرف نعمل الجنب التالت، مش هنعرف نعمل الجنب التالت، تمام؟ خليني اكلمكم عن الجار كمان شويه عشان في التهويه باذن الله. مش لازق جنبك ممكن تشتغل عادي، تمام؟ النجار هيقدر يشتغل، لكن لو هو لازق جنبك مش هتعرف تشتغل. فاضطر ايه اللي انت هنشوف بالصور اللي انا بحط لوح فوم جنبه كده عشان افصل المبنيين عن بعض، وبقوم نهايز بس. يعني التهويه بتعمل 3 جنيه عاديين جدا خالص زي التجليد بتاعه عادي جدا. هي عمود الجار الفرق فيه بس التهويه. يعني الفرق بتاع عمود الجار التهويه، لان مثلا العمود بيبقى طالع كده، تمام؟ ملوش جنب تاني يسند معاه، فانا بقوم جاي سنده كده بالمنظر ده بعرق كده. زي نهايس كده بالمنظر ده. بس هو ده الجار يعني عامة. اللي انت تاخد بالك منه ان هو اللوح الفوم اللي بيتحط ده 2 سم ونص عشان يفصل الاثنين عن بعض، والتوابل بتاعته بتبقى عرق مايل كده عشان يسند في الاتجاه ده عشان ما يحصلوش انقلاب بالنجم. تعالى نتكلم على الحداده. عايزك بس ايه الفت نظر الناس لنقطه مهمه في اعمال الحداده. دي معادله التصميم اللي كلنا حافظينها، الطريقه الالتر اللي هي بوينت 35 اريا كونكريت اف سي يو، بوينت 67 اريا ستي في الاف في، دي المعادله كلنا حافظينها. انا عملت ايه؟ انا عايز بس استنتج منها علاقه. انا جبت لوحه وطلعت منها لقيت فيها قطاع عمود 45 في 70، التسليح بتاعها 6 فاي 18، 6 فاي 18. انا عايز اجيب ايه؟ دي الداتا بتاعتي، التسليح الابعاد والتسليح. فانا عايز اجيب حمل العمود، الحمل اللي العمود ده يقدر يشيله. عايز اجيب الناس بس تركز معايا في الكلمتين دول. عايز اجيب حمل العمود اللي يقدر يشيله. لو انا عوضت بالراجع الاريا كونكريت اللي هي مساحه العمود، طيب انا عندي المساحه كام؟ 45 في 70 اللي هي كام؟ اللي يبقى 35 في الاريا كونكريت 3150 اللي هي الرقم ده، في اف سي يو اللي هي 250 فرقمها في المشروع 250 زائد 67 الاريا ستيل اللي هو مساحه الحديد 6 ايه 16 فاي 18. هتجيب مساحه السيخ الفاي 18 كام وتضربه في 16 تطلع الكام المساحه بتاعته 39.27. في الاف يلد كام؟ 3600. طلع الكلام ده 370 في 10 سالب 3، يعني العمود ده يقدر يشيل حمل قيمته 370 طن. 370 طن. طيب انا هعمل ايه؟ انا عايز اشوف ترم الخرسانه، الترم بتاع الخرسانه ده العمود بيكون فيه جزء حديد وجزء خرسانه. طب ده الجزء اللي الخرسانه شايلاه، بوينت 35 هي كونكريت في الاف سي يو، ده الحمل اللي الخرسانه شايلاه، وده الحمل اللي العمود اللي الحديد شايله. طيب الخرسانه شايله قد ايه؟ لو انا جبت الترم ده اللي هو بوينت 35 في 350 250 طلع لي كام؟ 275 طن. طبعا الابعاد دي بالكيلو جرام، الابعاد دي بالكيلو جرام. طب انت عندك 275,625 كيلو جرام، يعني كام؟ 275 كيلو 275 طن. طيب الحديد شايل كام؟ 94 طن. انا شايل 275 شايل 94. طيب التالي يساوي كام؟ مجموع الكلام ده يطلع لك 370 من الحمل العمود كله. طيب لو انا قسمت الحمل بتاع الخرسانه اللي الخرسانه شايلاه 275 على 370 طن اللي هو حمل العمود وضربتهم في 100، يطلع ان الخرسانه شايله 74% من حمل العمود. خرسانه بتشيل 74% من حمل العمود، والحديد شال 26%. هي عامه طبعا الموضوع بيختلف حسب نسبه التسليح، لكن عامه موضوع الخرسانه بتشيل من 70 ل 80%، من 70 ل 80%. انا عايز الفت نظرك لنقطتين اتنين في غايه الاهميه. لو انت ملاحظ تقريبا الخرسانه شايله 3 ارباع الحمل، الخرسانه شايله 3 ارباع الحمل 74%. معنى كده ان اهم حاجه عندي في العمود اللي انا اهتم جدا بخرسانه العمود. لذلك لما تلاقي اي مشكله في العمود يبقى في الغالب بنفضل ان احنا نكسر العمود، في الغالب نكسره.
يعني لو نسبه التعشيش كبيره او حصل ميل في العمود او اي حاجه من الحاجات دي كلها زي ما هنعرف المحاضره الجايه باذن الله، في حاله زي دي يفضل تكسير العمود. يفضل تكسير العمود. لان حتى لو انت عملت عمليه معالجه للعمود مش هيرجع 100%. يعني حتى المعالجه لما بنعمل معالجه، المعالجه ما بترجعش 100%، القطاع الخرسانه مش هيشتغل مع بعضه 100%. ولذلك ان الخرسانه شايله 94% ثلاث ارباع الحمل. فلما يكون في ضرر في الخرسانه في حاله زي دي بيكون من العامل الاقتصادي والعامل الامني، الامان اللي انت تكسر العمود لان شايله 94%. لكن على عكس البلاطات، البلاطات هتلاقي المعادله معكوسه، هتلاقي الحديد هو اللي شايل معظم الحمل. لذلك لو حاجه مع الشاشه في بلاطه او في كاميرا الواحد ما بيخافش منها. لكن العمود بصراحه لو في مشكله تخاف منه. دي حاجه. حاجه رقم اثنين، لو ملاحظ ان 74 ثلاث ارباع الحمل شايلاه الخرسانه. وبالتالي احنا عارفين كلنا ان الخرسانه بتنهار ايه؟ كسر بريتل. يعني ايه بريتل؟ ان الخرسانه ماده كسره وماده بريتل يعني ايه؟ يعني الانهيار بتاعها مفاجئ، فجأة كده لما بتوصل لاقصى الجبهات بتتكسر. بيحصل لها كسر، وبالتالي مش هتديك انذارات. مفيش انذارات، وبالتالي انهيارات الاعمده بتكون انهيارات ايه؟ انهيار مفاجئ، ما بيدكش انذارات. عكس الليس اوف، احنا عندنا ثلاثه نوع من القطاعات. البالانسنج، القطاع التنشن والكمبريشن، والقطاع المتوازن اللي هو البالانس. لكن انت هنا في العمود اللي شايل معظم الحمل الخرسانه. الحديد شايل بس ربع الحمل. يعني الحديد ناس تقول لك ايه؟ الحديد في العمود هيديك انذار. الحديد مش شايل الا نسبه قليله جدا، مش هيلحق يديك انذار، يعني العمود مش هيلحق يديك انذار. هو دلوقتي العمود شايل الخرسانه شايله ثلاث ارباع الحمل. هيديك انذار، يعني العمود بس مش شايل، الحديد مش شايل الا نسبه قليله بس، ربع العمود، ربع الحمل. فهنا هيديك انذار. هو يعني ايه انذار؟ الانذار اللي بيحصل يا باشمهندسين ان العمود بيوصل ان الحديد بيوصل لاقصى اجهاد ليه. تمام؟ وبالتالي لما يوصل عند اجهاد الخضوع يبدا يحصل لحضرتك شروخ. احنا عارفين اللي هو اجهاد الخضوع، الناس عارفه الكلام ده ولا مش عارفاه؟ يعني انا بتكلم يعني على اساس ان الناس عارفه. تعال بقى الانذار يعني ايه؟ يعني في شرخ هيحصل في القطاع. لما يحصل في شرخ في القطاع انا هبدا اعرف ان في مشكله عندي. تمام؟ هبدا اعرف ان في مشكله عندي. نبدا بقى نخلي المبنى، نبدا طب الشرخ ده جاي لك منين؟ الحديد بيتعرض لاجهادات. لما بيتعرض لاجهادات بتبدا الاستطاله بتاعته يبدا يحصل في استطاله. طب الاستطاله دي يعني ايه؟ يعني فيها يبدا شرخ. طالما حصل في استطاله في الحديد هيبدا يحصل شروخ موجوده. الحديد عايز يحصل له ايه؟ عايز يحصل له سترينس، عايز يحصل له انفعال. عشان جاله اجهادات شد كبيره فعايز يحصل له انفعال. انفعال اكتر من اللي يقدر يتحمله، فيبدا يوصل لليلد للخضوع. تمام؟ طب الخرسانه فيها ايه؟ هيبدا يحصل لها تمدد، والحديد له تمدد، الاثنين مختلفين عن بعض، فيبدا يحصل شرخ. هيبدا يحصل شرخ، لان معامل المرونه بتاع الخرسانه اقل من الحديد، هيبدا يحصل لك شروخ. تمام؟ الفكره جايه منين؟ ان الحديد متحمل، متعرض لاجهادات. لكن انت يا باشمهندس لو ملاحظ ان العمود، شايل ربع الحمل بس، العمود شايل ربع الحمل، فمش هيلحق. حتى لو اداك نسبه استطاله او نسبه انذارات مش هتكون بالنسبه اللي حضرتك متخيلها. مش هيقدر، مش هيديك الانذار اللي انت متخيله. لانه المفروض زي ما قلنا كسرنا فكره الانذارات عباره عن شرخ. الشرخ جاي منين؟ جاي من الاجهادات. الحديد شال اجهادات وبعد كده بيحصل، بيقدر يوصل لليل. تمام؟ لانه مش قادر يشيل. وطبعا معامل المرونه بتاع الحديد مختلف عن بتاع الخرسانه، فيبدا يتكون الشرخ. طيب هل المنظومه دي هتتحقق في الخرسانه؟ هل المنظومه دي هتتحقق في الخرسانه؟ مش في العمود، مش هتتحقق في العمود، لان العمود شال نسبه قليله من الحمل. يعني حتى العمود شايل نسبه قليله من الحمل، 74 ربع الحمل، فربع الحمل ده حتى لو اداك لو شايل جزء من الحمل مش هيديك الانذار اللي انت متوقعه، لانه هو مش هيلحق يوصل للاجهادات اساسا. مش هو يعني مش عارف الناس مقتنعه بالكلام ولا مش مقتنعه بالكلام. الناس مقتنعه بالكلام ده؟ تمام. هو الجزء الحمل الكبير زي ما حسبناها بالمعادله 74% الخرسانه، وبالتالي الحديد مش شايل نسبة عالية من الـ مش هتعرض لإنتاجات عالية بتاعة الحديد. لذلك زي ما بدأت في أول المحاضرة خالص قلت إيه؟ قلت إن في أحد الأساتذة بتاع من الحيتان بتوع التصميم لما بيخلص بيزود إيه؟ بيزود العمود 15%. وأيضا معاملات الأمان على فكرة في الأعمدة كبيرة، يعني أنت لو ملاحظ معاملات الأمان أرقام ضخمة، يعني أنت ملاحظ هنا بوينت 35
67 معاملات الامان حتى كبيره في العمدان، عشان المشكله اللي احنا بنفكر فيها. انا عايز بس الناس تبقى ايه متخيله بس المنظر. طيب انا طيب بالنسبه للمشروع هجاوبك دلوقتي. انا هستنتج لك ان الحديد له استخدامات. هو ايه استخدام الحديد الاول؟ احنا دلوقتي بنحط حديد في العمود ليه؟ هو دلوقتي شايل نسبه سبق اللي هي ربع الحمل، شايل ربع الحمل. طبعا هي عامه بتبقى من 70 ل 80%، يعني من 70 ل 80 كانت بتبقى في الرينج ده. طيب الحديد فائدته ايه؟ الحديد فائدته لو انت عندك عمود عليه بيندنج مومنت، لو انت عندك عمود عليه بيندنج مومنت اللي هيشيله الحديد الحرصانه ما بتشيلش شبكه، فبالتالي اللي هيشيل الحديد مين؟ العزوم الحديد. لو انت عندك الخرسانه باشمهندسين، لو انت ما فيش فيها حديد عامه ولو قطاع مش شالك، تعال ابني مثلا سور كده ارتفاعه متر، يعمل مثلا خرسانه عاديه بارتفاع متر من غير اي احمال، من غير احمال، ايه اللي هيحصل؟ لو جيت بعد فتره هتلاقيها شرخت. فالخرسانه بيحصل فيها نسبه انكماش بتاع الخرسانه كبير شويه، وبالتالي الحديد بيمنع حاجه زي دي، بيقاوم الانكماش اللي بيحصل في الخرسانه. النقطه الثانيه بالنسبه للحديد، لو انا رجعت حاجه بندم الكود، اللي احنا شغالين عليه اللي هو كود اللي رفعته لكم تجربه قبل كده، بيقول لك الحد الادنى لمقدار اللامركزيه من الاحمال. نقرا الفقره دي، بيقول لك في جميع الاحوال يجب الا يقل مقدار اللامركزيه من الاحمال المأخوذه في حساب القطاع عن 5% من بعد القطاع او 20 سم 2 سم. وبالتالي حضرتك كده كده عندك اكسنتريستي، عندك اكسنتريستي. طب طالما في اكسنتريستي، مين اللي هيشيل الاكسنتريستي دي؟ طالما عندك هتولد شويه مومنت صغيرين كده الاكسنتريستي، لان طبعا انت في التنفيذ مش هتضمن ان العمود ان الكاميرا او هتتنفذ في السنتر العمود في السي بتاع العمود، لذلك هيكون عندك اكسنتريستي. طب الاكسنتريستي دي يبقى فيه كلمه مومنت صغيره، طب مين اللي هيشيل كلمه المومنت دي؟ الحديد. يبقى دي فوائد الحديد في الاعمده، شيل جزء من الحمل، قوة من انكماش الخرسانة، شوية المومنت الصغيرين، لو عندي أحمال أعمدة في بتشيل مومنت وهي اللي هتشيل مومنت، وهكذا. يبقى دي الفايدة بتاعت الحديد التسليح. طيب في عنصر تاني مهم جدا، الكنات. أهم حاجة بقى في الإندام بقى الكنات، والذي يهمله جميع المهندسين. إيه الكنات؟ لو أنا جبت ده، لو أنا أول حاجة فايدة أجيبها ده مكعب خرسانه، اسطوانه خرسانه بنكسرها، جبناها بنفكين المكنه، اداه فك للمكنه. انا عايز الناس ايه الغرض من كده؟ الكلام ده كلام تصميم، بس انا عايز افهمك الفكره بتاعت الموضوع ده كله، بحيث انت وانت بتنفذ تبقى فاهم انا حطيت دي ليه؟ ما حطيتهاش ليه؟ طب افرض ما حطيتهاش، ايه المشكله وايه الضرر؟ لو نفذت الكلام غلط ايه الضرر؟ طب الحديد لو مش مظبوط ايه الضرر؟ طب الخرسانه لو فيها مشكله ايه الضرر؟ انا عايز بس ايه اوصل لك اللوجيك بتاع الموضوع. اول حاجه دي فك مكنه زي ما قلنا، واذا من تحت وعرضناها للضغط المكنه اداك الشكل المنظر ده. لما تيجي تعمل الاختبار للخرسانه بتلاقي حاجه زي ما قلنا، دي فك وضغطنا عليها اتكسر المكعب، الخرسانه اتكسر بالمنظر ده. ايه هو تفسير الفكره دي كلها؟ ايه تفسير الشكل اللي حصل، الانبعاج اللي الخرسانه تهشمت من الجناب كده، عايزه تفتح من الجناب كده؟ ايه تفسير الموضوع ده هندسيا؟ تفسير الموضوع ده هندسيا لو نرجع للديزاين، كنا في حاجه في اولى مدرسه خدناها حاجه اسمها البوسون ريشيو، نسبه البوسون. والبوسون ريشيو يعني ايه؟ يعني بتساوي الانفعال العرضي على الانفعال الطولي، بتساوي قيمه 0.2 من 10 او 0.15 او 0.23 على حسب نوع العنصر الانشاء اللي انت شغال عليه. في حاجه اسمها بوسطين ريشيو. طب يعني ايه بوسطين؟ طب التفسير بتاع بوسطين ريشيو ايه؟ اللي هو بيقول لك ان الحمل الراسي، نتيجه الحمل الراسي بيتولد حمل افقي. الكلام ده جاي من بوسطين ريشيو. يبقى الحمل الراسي اديك حمل افقي بالمنظر ده، يبقى ده حمل افقي. يبقى الانهيار ده حصل نتيجه الحمل الافقي اللي اتكون، نتيجة الحمل الافقي اللي اتكون من قوة شد، والخرسانة مش بتشيل شد، وبالتالي حصل الانهيار. وبالتالي أنا عايز أقاوم الكلام ده، مش عايز الكلام ده يحصل، مش عايز العمود كده يضرب كده. طب أعمل إيه؟ هنا في حاجة اسمها الكنات. تيجي هنا فايدة اسمها الكنات. أول فايدة من فايدة الكنات حاجة اسمها الكونفاين، تعمل إحاطة للخرسانة. تمام؟ نتيجة إن أنت عندك حمل رأسي بيتولد قوة أفقية. القوة الأفقية دي عبارة عن تنشن فورس، في دي تكون تنشن عايزه تفتح، والخرسانه ما بتشيلش شد.
خرسانه في الشتاء، وبالتالي حضرتك لازم تحط لي حديد تسليح في هذا الاتجاه يقاوم هذه القوه كده. الحديد الافقي ده بقى اللي هو يكون الكنات. الكنات ده اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى دي اول فائده من فوائد الكنات اللي هي بتعمل احاطه للخرسانه. شايف الحاجه مهمه جدا. في لو شفت عمود ضارب المنظر ده يبقى الكنات بتاعته مش، وطبعا بنشوف كوارث في المواقع بسبب الكنات، اللي مفيش كنات موجوده في المواقع، مفيش كنات، تلاقي عمود مفيش كنات، التقسيط ما بين الكنات كبير جدا. الفروع بين الكنات ما فيه، وهكذا. يعني موضوع الكنات ده على فكره موضوع خطير. والفائده بتاعته ظهرت طبعا بعد زلزال 92 والكوارث اللي حصلت في 92 خلت الناس تفوق. يعني الناس ما فقتش الا بعد زلزال 92. يبقى ده اول فائده، بتعمل احاطه للخرسانه. عندي حاجه اسمها بوستن ريشيو. يعني ايه بوستن ريشيو؟ يعني عندي حمل راسي نتيجه الحمل الراسي بيتكون حمل افقي، الحمل الافقي هيتكون لي قوه افقيه، القوه الافقيه يعني تكون شد، بالشد الخرسانه هتشيل الشد وبالتالي انا كمان استخدم كامل. السبب الثاني السياخ عامله ازاي؟ ليه السياخ ده عملت كده؟ تيجي الفائده الثانيه ليه؟ الحفاظ على مقاومه الاندعاج لحديد التسليح. المحافظه على الاندعاج لحديد التسليح، يعني ايه اندعاج حديد التسليح؟ العمود ده بيكون، لو انا عندي عمود منظر ده كده، العمود ده بيكون متاثر تحت تاثير ايه؟ حمل راس كومبريشن فورس المنظر ده كده. حضرتك عندك حديد تسليح على المحيط الخارجي للمنظر ده كده، المسافه ده كام؟ من وش العمود الخرساني لحد حديد 2 سم ونص، نوم ارقام. فنتيجه حمل الضغط الراسي الكبير ده، الضغط الراسي الكبير ده تمام، بيحصل ايه؟ السيخ نفسه الكفر صغير 2 سم ونص تمام، وبالتالي الكفر ده ممكن يطير نتيجه الحمل الراسي الضخم ده، فالكفر ده ممكن يطير تمام، وبالتالي السيخ يبدا يحصل له انبعاج ضخم. السيخ خلي بالك مش العمود، السيخ نفسه هيحصل له انبعاج. طب عشان اقاوم الانبعاج ده هعمل ايه؟ استخدم كنات. فلما ابدا اربط الكلام ده بكنات، مش الكنات ده مش هيحصل لها باكلنج المنظر ده. يبقى دي فايده من فوائد الكنات. طبعا بعد كده بنحافظ على حديد التسليح في اعمال الصبغ. تخيل لو انا ما استخدمتش عمود في كنات، لو انا ما استخدمتش عمود في كنات، الاسياخ كلها تبعد عن بعضها. يعني لو ده سيخ كده بالمنظر ده كده، لما تيجي تصب الخرسانه هتلاقي السيخ ده جري هنا والسيخ ده جري هنا، وبالتالي المسافه بين الاسياخ يبقى في مشكله عندك. يبقى بتحافظ على الانبعاج وبتقاوم الاحمال الافقيه، الفورسز الافقيه دي. دي حاجه. في طبعا في يعني ده اكتر ثلاث اسئله لهم يعني للكنات، ولازم نبقى فاهمين تفسيرات دي. في كارثه ثانيه بتحصل في 90% من المواقع، اللي هي قفل الكنات. القفل بتاع الكنات، لو انت ملاحظ هنا الكنات هنا فاتحه، يعني انت لو ملاحظ بالصوره دي قفل الكنات انا طاير. الكنات طارت، كانت صغيره جدا، وبالتالي الاقفال فتحت، الاقفال اتفتحت. يبقى لازم هنا نرجع للكود، الكود حط لك حط لك اقفال كنات. اقفال طول قفل للكنات ما تقلش عنه. عندنا القفل بتاع 10 فان. القفل بتاع الكنه طول القفل 10 فان. 10 يعني لو قطر الكنه 8 مللي يبقى 10 فاي، يبقى 10 يبقى 18 سنتيم في الكنه. 8 ايه؟ 8 فان. 10 قياس. وفي شكلين اتنين للاقفال، يا اما يبقى زاويه على زاويه 35 درجه، على فكره الرسمه دي تقريبا مقبوله. يا اما على زاويه 135 الزاويه اللي هو الشكل ده 35، او على زاويه 90 بالشكل ده كده، وطول القفل زي ما انت شايف 10 فان. طول القفل 10 فان. ده في ايه؟ بنلاقي في المواقع بقى 2 فاي، بنلاقي القفل سنتي، بنلاقي القفل 2 سنتي، بنلاقي القفل مش عارف حاجات غريبه كده، الاقفال بتكون حاجات غريبه كده. يبقى ده بالنسبه ليه؟ لا الفاي يا باشمهندس فاي كام؟ ممكن ما تلاقيش على فكره والله، فعلا في عندنا هتشوفها كمان شويه مفيش فيها كنات، كمان شويه تشوفها تلاقي في حاجه عندك مفيش فيها كنات، بنلاقي كوارث، يعني في كوارث كده بتحصل تمام. بس الكوارث ده بتحصل يا ريس ساعات، مثلا الطبانات بتاعت الكاميرات اللي اسمها العمدان، العمدان بتاع السور. يعني لو عنده سور ماشي، لو انا عنده سور بنحط عليه الكاميرا رابطه اسمها الطبانه. الطبانه دي طبعا المهندس، في مهندسين ما بتطلعش تبص عليها تمام،
فلو انت طلعت مثلا، هو عارفين ان المهندس مش هيطلع يبص عليه، فبيعملوا ايه؟ ما بيعملش فيها اقفال. يعني ممكن تلاقي العمود ما فيش فيه قفل اساسا، الكاميرا ما فيش فيها لا قفل ولا نيل. يبقى احنا عندنا شكلين اتقال، يعني ان الكود المصري بيقول الاثنين، الكود الامريكي، الكود الامريكي بيقول لو في المناطق الزلزاليه عاليه يتعمل القفل يبقى على زاويه 5 و135، يبقى القفل على زاويه 135 لو مناطق زلزاليه عاليه. تمام. ان القفل على فكره المهم، النقطه دي القفل بيبقى نقطه ضعف، لان زي ما شفنا بالصوره بتاعت الزلزال اللي بتنسون ده، الكنات فتحت من قله القفل، القفل صغير جدا وبالتالي القفل فتح. تمام. دي القفل 135، ده القفل على 135 يا باشمهندسين. فانت ملاحظ ان ده، لا تقريبا بالصوره، بص ده قفل على 135، على 135 درجه، مش على زاويه 90. يبقى اما بس حاجه ايه، نكون مركزين، نكون بس ايه، الكلام ده يا باشمهندسين ما يكونش فيه استسهال، يعني الكلام ده الناس ما تهملش في الكلام ده. موضوع الكلام ده مهم جدا. في نقطه هنا بالنسبه لموضوع الكنات والحاجات دي كلها، بص يا باشمهندس، المهندس هو عامل زي ريموت الكنترول بتاع الموقع او الدينامو بتاع الموقع اللي بينور للناس كلها. انت بتقول لي فلان وفلان وفلان وفلان، علشان الحداد يشتغل صح والنجار يشتغل صح لازم بتعليمات من المهندس، لازم تعليمات منه. طيب بالنسبه لموضوع لو انت في مشروع كبير بيبقى في حاجه اسمها مكتب فني، المكتب الفني ده بيعملوا حاجه اسمها شوب دراج. الشوب دراج احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده، بتلاقي بيديك جدول، بيديك شكل القناه، بيديك الاطوال، بيديك طول القناه عامل كذا والقفل كذا والشكل والكورب والدنيا دي كلها. طيب افرض انا شغال مع مقاول صغير او شغال مع شركه صغيره والامكانيات لدي محدوده، هعمل ايه؟ هتضطر حضرتك انت اللي تظبط الفيلم ده، انت اللي هتظبط الفيلم ده. طيب هتعمل الفيلم ده ازاي؟ لازم يا باشمهندس انت تبقى عامل كنترول على الموقع ده. انا دايما لازم اقول للناس، بقول للناس ما تسيبش الحداد يشتغل لوحده، ما تسيبش الحداد يشتغل لوحده، لازم في الاول يعمل قدامك كان موديل وتقيسها الفيلم بتاعها وتظبط وتقول له اشتغل، لان الحداد بيبقى قدامه بنك كده زي ما هنشوف، بيبقى قدامه بنك اللي هو بنك خشب كده بيشتغل عليه، بيعلم عليه علامات كده بالتباشير او اي حاجه ويبدا يشتغل على انتوا ابعاد القناه او بتاع، وهو بيبدا يعلم كده على البنك ده، هو على الحاجات ويبدا يشتغل ويقطع بناء عليه. انا عشان ما فيش مشكله تحصل لازم تبقى عامل كنترول. تبقى عامل كنترول ازاي؟ لو خالص انا دلوقتي عندي، ودي مشكله كم. على فكره المشكله اللي انا كنت اللي انا هقولها لكم دي مشكله حصلت، ايه هي؟ كان في عمود 30 في 70، تمام، مش كان في عمود 30 في 70. المهم المهندس ادى الحداد بيشتغل. طيب الكود بيقول لك ان الكفر يا باشمهندس 2 سم ونص من كل اتجاه، 2 سم ونص من كل اتجاه، تمام. يعني المفروض الكانه هتبقى كام حديد بقى؟ دي خرسانه، عمود خرسانه 25 ب 65. الحداد يا باشمهندسين ما كانش عارف اي حاجه، راح عمل كانات 30 في 70 زي ما هي كده بنفس الرقم اللي في اللوحه، راح عملها بنفس ال 30 في 70. وطبعا عامل الحداد بيلف الكنات بتاعته كلها قبل ما يشتغل، بيمسك الكنات كلها بيلفها كلها، وبعدين بعد ما بيخلصها بينزل يركب الحديد، بينزل يركب الحديد. المصيبه بقى اللي حصلت ايه بقى؟ لما لف الكنات بتاعته الرجاله، وطبعا الراجل بيبقى ايه زي ما قلنا، النجار بيبقى مجلد الحديد بتاعه، للاسف الخشب. فالحداد جه يركب مين؟ الحداد ده جه يركب الكنات بتاعته، لا الكنات مخبطه في الخشب، مفيش كفر خرسانه، والنجار محطط، واقسم بالله والله الكنات بقى ايه بقى لما تخش الموقع تلاقيهم عاملين تل كنات كده متغطي بالشبك. ونفس القصه حصلت مع واحد بقى، دي حصلت في موقع انا اعرفه وشفت المشكله دي، انا شايفها قدامي. في مشكله ثانيه، واحده كانت في الاواعي، المفروض الاواعي برضو من السيخ ان الابعاد العاده كانت متر 80 في 2 متر، فالمفروض طبعا الاواعي فيها من 5 7 سم، 5 7 يعني مثلا قلنا 5 سم، المتر 80 ده يبقى متر 70، وال 2 متر ده تبقى متر 90. فنفس الكلام خدها 2 في متر 80 زي ما هي وعملت المشكله برضه. نطلع من الدرس ده ايه؟ لازم يا باشمهندس انت تبقى ايه؟ تتابع مع الحداد بتاعك. يعني انا بتدي له موديل مثلا تقول له في عمدان 30 في 70 وشكل الكنه واحد، شكل الكنه كذا. لما يعمل كانه، اعمل كانه قيسها قدامك، لما يعمل كانه قيسها، تمام؟ يبقى هو لف لك كانه بالمنظر ده كده. تقوم جايب الشريط، تمام، وقيسها. تقول له كده هات لي سامبل كده وهات لي عينه ونقيسها، تمام؟ هل فعلا 25 في 60 ولا لا؟
لو 25 في 60 تمام كمل يا ريس، مش 65 في 25 يبقى لا ظبطها له، وبالتالي انا لحقت الكارثه كلها قبل ما تحصل. نفس الكلام لما تيجي تعمل كرافتات، نفس الكلام لما تيجي تقطع اي حاجه اعمل موديل وقيسه. وكذلك مثلا لو كانت فيها فروع تقيس الفرق ما بين الكلى والكلى. نفس الكلام القفل، عامل القفل مظبوط ولا مش مظبوط؟ لو القفل قصير قول له لا يا باشا كبره له شويه. وبالتالي انت عملت موديل كان واحده ظبطت عليها ما طلعتش مظبوطه، ما طلعتش مظبوطه بتبدا تقيسها بالحقها. دي طريقه الشغل ما تهملهاش، يعني طريقه الشغل دي ما ت... ما... البروسيديور ده ما تهملهوش. تمام؟ في نقطه بقى عايزين بقى نتنقلها، ازاي بنطلع شكل القناه والكلام ده كله، لان ممكن انقطاع عمود يجي لك من غير قناه، يجي لك عمود 30 في 70 ويسيب. هنفتح كل التفاصيل، انا قرات لكم نفس الكلام كله. اشتراطات حديد تسليح لازم يا باشمهندسين تبقى عارفين، لازم نبقى عارفين النسب دي اللي هو الحد الادنى للتسليح 8% و6% من المقطع الفعلي. المقطع الفعلي ده المقطع اللي انت اخترته، يعني لان مثلا لما اجي اصمم زي ما احنا عارفين ممكن القطاع يطلع 33 في 50، فال 33 ده هيقربها تبقى 35 او 40، فال 6% ده من المقطع الفعلي، ال 8 ده المقطع. طب ليه نسب التسليح ده حضرتك تبقى عارفها؟ لان لما اللوحه تجي لك، لما اللوحه تجي لك ويجي لك نسبه حديد تسليح منها، تقوم جاي ضارب مثلا 8%، انا عندي قطاع 30 في 60، 30 في 60 يبقى جاي ضارب 30 في 60 في بنت 8، اطلع نسبه التسليح. هل فعلا اللوحه دي فيها نسبه التسليح ده؟ طبعا ده المينيمم، يعني ده اقل حاجه. هل هي في الرينج ده ولا مش في الرينج ده؟ فدي بتديك انديكيشن ان الشغل ده جاي صح ولا غلط، بتديك انديكيشن ان الشغل ده جاي صح ولا غلط. اوكي، يبقى الارقام دي لازم تبقى عارفها. الاكواد ده يا باشمهندس بتيجي من اسمه المركز البحوث، يعني الكود ده بتروح مركز البحوث اللي هو في الدقي بتجيبها منه. بالنسبه للكلام ده بيقول لك ان هو 1% وليه نسب التسليح قصوى حسب العمود. بالنسبه لحديد التسليح يقول لك ان اي عمود يبقى لازم يكون في كل من الركن من الاركان سي، لازم في كل ركن من الاركان بتاعس. لو انا عندي عمود بالمنظر ده كده كل ركن يبقى لازم في سي. ليه؟ على فكره الركن ده بيبقى اضعف حاجه اللي هي سكه العمود. سكه العمود دي بتبقى فيها مشكله لانها ساعات بتتكسر والكلام ده، فانا لازم احط في الركن سي علشان يحمي لي السكه بتاعت العمود ما تتكسرش. اقل قطر في العندنا هو 12، الكلام ده زي ما قلنا لازم تبقى حضرتك عارف. نقرا بقى البند وهو مهم، بيقول لك اكبر مقاس لدلع العمود الذي يوضع به السياخ في الاركان فقط هو 300 مللي، يعني 30 سم، والا يجب وضع السياخ مسافه 25 مللي، ويجب ربط بكيانات خاصه اذا زادت المسافه بين الاسياخ المربوطه عن 150 مللي. طب تعالى نفهم بقى ايه القصه دي. يبقى في الاول 12 مللي اقل قطر، اكبر ضلع المسافه ما بين الاسياخ ما تزيدش عن 25 سم. المسافه ما بين الاسياخ ما تزيدش عن 25 سم. بننزل المواقع نلاقي 30 و40 ما بنلاقي بلاوي في المواقع. ونسبه الحديد الدري على فكره اللي هي اقل نسبه حديد ساعات بتصير في مقابلات، ساعات بتصير في مقابلات. بيجي يقول لك انا عندي عمود دواده. الدواده بتاعت بلو ابعاده 150 30، تحط فيه كام سيخ حديد؟ ويقول لك هو مش شايل حديد، مش شايل حاجه. هننتظر مثلا اللي انت تقول له حط كده اربع اسياخ، ما هو كده كده مش شايل حاجه. هو عايز يسمع منك مينيموم، حتى لو حاجه مش شايله حاجه تحط المينيموم. يعني حتى لو العمود مش شايل حاجه لازم تحط فيه حديد المينيموم، لو عمود طالع كده في الهواء كده مش شايل حاجه لازم تحط المينيموم. دي نقطه لازم تكون عارفها. نرجع للنقطه رقم 1، المسافه بين الاسياخ ما تزيدش عن 25 سم، متفقين؟ النقطه الثانيه بيقول لك ان شكل الكنات بقى دي مهمه جدا، ازاي نعرف شكل الكنات؟ بيقول لك ان المسافه، بيقول لك ايه؟ اذا زادت المسافه ما بين الاسياخ المتوسطه والاسياخ المربوطه عن 150 مللي لازم يتربطوا. تعال نقرا الكنات الاول ونوضحها. طب تعال نقرا الكنات الاول ونشوف. هنا بيقول لك يجب الا تزيد المسافه عن 15 قطر السيخ، ده 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 غالبا بتطلع 20 سم، يعني غالبا بتطلع 20 سم. ادنى قطر للكنات هو ربع قطر اكبر سيخ او 8 مللي، وغالبا بتلاقي 8 مللي. لكن في الكبار طبعا لما تيجي تلاقي كبر ممكن تلاقي كبر فوق 32. في حاله زي دي ادنى قطر للكنات هيبقى ايه؟ لو ما تاخد ربع ال 32 يطلع كام؟ 34 على 4 كام؟ بتاخد ايه؟ قطر اكبر سيخ. لكن زي ما قلنا في المنشات العاديه بتاعتنا يبقى فايت. اقصى خطوه للكنات الحلزونيه 80 مللي، اصغر خطوه 30 3 سم. طبعا الخط الخرساني مهم جدا، والبسكوت اللي هيتحط مهم جدا،
طبعا هو حاطط لك هنا الغطاء الخرساني على حسب الاف سي يو والكلام ده كله، على حسب نوع العنصر، هل هو عنصر تحت الميه، عنصر مائي، عنصر مائي ولا مش عنصر مائي، طب عنصر مثلا بيتعرض لبخار مياه ولا لا. لكن في شغلنا العادي يبقى ايه 25 سم، 25 مللي اسم. بالنسبه للشمسين هو الكود بيقول لك الكنات ادنى قطر الكنات هو ربع قطر البرسيخ، قطر ربع قطر البرسيخ وما يقلش عن 8 مللي. لكن لو انت في الكباري طبعا اقدام الحديد في الكباري بتبقى كبيره، فهتلاقي ايه ربع البرسيخ. بص حساب الكنات، عايز تحسب الكنات بكل سهوله، بيقول لك ايه اقل حجم للكنات هو 25% من حجم الخرسانه. انت ممكن تصمم الكنات على الحته دي، ان حجم الكنات 25% من حجم الخرسانه. شوف حجم الخرسانه قد ايه، 25% من حجم الخرسانه يطلع لك حجم الكنات. شوف حجم الكنه الواحده قد ايه ويقسمه على الحجم الكلي يطلع لك عدد الكنات. دي ابسط طريقه لتصميم الكنات على فكره. طيب ازاي بقى نحسب بقى شكل الكنات؟ ازاي بنعرف شكلها؟ بص عشان الكود بيقول لك ان المسافه ما بين فرع الكنه وفرع الكنه ما يزيدش عن 30. يبقى لو انا عندي كنه بالمنظر ده، ده اسمه فرع كنه وده اسمه فرع كنه. المسافه ما بين الفرع وما بين الفرع ده لا تزيد عن 30 سم. طب لو المسافه دي زادت عن 30 لازم تعمل فرع تاني. لازم تعمل فرع تاني. طب ازاي بطلع شكل الفروعيات؟ ازاي بنطلع شكل الفروعيات؟ تعالى نجيبها من البند ده اهو، البند اللي احنا كنا واقفين عليه اللي هو بند واو ده اهو. بيقول لك ايه؟ ان المسافه ما بين الاسياخ ما تزيدش عن 25 سم، يجب ربط الاسياخ بكنات خاصه لزياده المسافه بين الاسياخ عن 15. بص عشان تطلع من القاعده دي، الكلام ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس لو المسافه ما بين اسياخ حديد التسليح اقل من او يساوي 150 15 سم هتربط سيخ وتسيب سيخ، هتربط سيخ وتسيب سيخ. طب يعني ايه اربط سيخ واسيب سيخ؟ ربط السيخ وتسيب سيخ ده يعني ايه؟ لو انا عندي مثلا كان بالمنظر ده كده، عندي كلمه السيخ مربوطه يا باشمهندس، يعني السيخ في الزاويه بتاع الكان او الالزوم بتاع الكان. السيخ المربوط هو السيخ اللي بيكون في ركن كان او الالزوم بتاع الكان، ده اسمه سيخ مربوط. طب السيخ ده لو انا سيخ في نص كان، السيخ ده مش مربوط لانه ممكن يتحرك في اتجاه اكس وممكن يتحرك في اتجاه واي، لكن سيخ زي ده لا هيتحرك في اكس ولا هيتحرك في واي. تمام؟ يبقى ده الفكره. طيب ازاي اطلع شكل الكان؟ لو المسافه ما بين السيخ ده والسيخ ده هو زاد اقل من او يساوي 15 سم يبقى انا هربط سيخ واسيب سيخ. يعني مثلا لو رجعنا ناخد شويه امثله كده، لو انا عندي عمود بالمنظر ده وده سيخ وده كنات بالمنظر ده، لا اول حاجه زي ما قلنا ان المسافه ما بين الاسياخ ما تزيدش عن 25 سم، يعني المسافه ما بين السيخ والسيخ ما تزيدش عن 25 سم. طيب بترص انت الكنات في العمود ازاي؟ الكنات في العمود بترص الحديد بتاع العمود ده ازاي؟ بص يا باشمهندس، اول حاجه لو انا عندي عمود مستطيل، تمام، اول حاجه بشتغل على الجنب الصغير ده، بحط اول حاجه الاسياخ بتاعت الاركان، كل ركنه بحط فيه سيخ زي ما قلنا عشان السيخ نقطه ضعف والكلام ده. طيب لو انا شغال عمود مستطيل، احنا قلنا المسافه ما بين الاسياخ والاسياخ ما تزيدش عن 25. لو انا عندي عمود 30 سم عرضه 30 سم، تمام، 30 سم لو طرحت كفر 5 و5، لو طرحت كفر سم 5 سم 2.5 2.5، بقت المسافه ما بين السيخ ده والسيخ ده كام؟ 25. يبقى في ايه؟ يبقى مش محتاج انا سيخ في المنتصف هنا، تمام؟ ابدا الاسياخ اللي هتفضل عندي ارميها في الطول بتاع العمود. يعني مثلا لو انا 20 سيخ، هم جاي حاطط فوق 10 وتحت 10. طيب افرض انت عندك عمود 35 سم، يبقى انا عندي عرض العمود 35 سم، هشيل كفر 5 2.5 من فوق 2.5 من تحت، بقت المسافه ما بين السيخ والسيخ كام؟ 25 30 سم. كل قال لك المسافه بين الاسياخ لا تزيد عن 25 سم، يبقى تضطر ان انت تحط سيخ في الجنب هنا. عرفنا بنحط شكل الاسياخ ازاي؟ طبعا مع الحفاظ على المينيمم والمسافه ما تزيدش عن 25. طيب بالنسبه لشكل الكنات، هيطلع شكل الكنات ازاي؟ يعني اعرف امتى كان في كانه والكلام ده، وكان اطلع شكلها ازاي وعدد الافرع في الكنات ازاي؟ الكود بيقول لك ان المسافه ما بين الاسياخ وبعضها، لو المسافه ما بين السيخ والسيخ اقل من او يساوي 150 سم، يبقى انت هتربط سيخ وتسيب سيخ. يبقى انا المفروض اربط سيخ. لو انا خدت ده نموذج كده، المسافه بين السيخ اقل من 150، يبقى السيخ ده مش هربطه، لكن السيخ ده لازم يترد. السيخ ده مش هينزل يترد، يبقى هضطر ان انا احط كده بنسميها كده حبايه، بس لان ايه؟ مسافه اقل من 150، 150 مللي اسف، يعني 15 سم. يبقى في حاله زي دي مش محتاجه الا السيخ بس هو اللي يترد. تمام؟ طب افرض مثلا عندي، تعالى ناخد شويه اسياخ كتير كده. لو انا عندي سيخ تاني تالت رابع خامس، حاجات بالمنظر ده كده، في
في الاول يا باشمهندسين ان الحديد لازم يكون سيمتري، الحديد اللي فوق واللي تحت. طيب انا هبعدها تاني عن الفراغ، الحديد اللي فوق واللي تحت لازم يكون سيمتريك، يعني الحديد اللي فوق زي اللي تحت. لو عندك قطاع مربع، الحديد اللي على الاربع النص الشمال زي النص اليمين، بحيث ان هو ما يكونش عندك اكسنتريست ولا حاجه في الحديد. الحديد اللي فوق زي الحديد اللي تحت. عشان تطلع شكل الكنات، الكل قال لك المسافه ما بين الاسياء لو المسافه زادت عن 15 سم اقل من الاسياء 15 فتربط واحد وتسيب واحد. هربط واحد واسيب واحد. بربط واحد واسيب واحد ازاي بقى؟ تعالى لو انا عندي شكل بالمنظر ده، طب ازاي بعرف المسافه ما بين الاسياخ وبعضها؟ انت طبعا بتشوف عندك كام سيخ فوق وعلى المسافات اللي بينهم يطلع لك المسافه. يعني انا عندي 10 اسياخ يبقى بينهم 9 مسافات، 10 على 9 هيديك المسافه. لو انا عندي اقل ده اطلع شكل الدانه، احنا قلنا لو اقل من 150 من 150 مللي فهربط سيخ واسيب سيخ. طيب ده مربوط، طب السيخ ده مش هربطه، السيخ ده مطلوب اربطه. طب تمام، السيخ اللي بعده مش هيتربط، بس السيخ ده لازم يتربط، يبقى السيخ ده هيتربط مربوط مش مربوط وهكذا. فتيجي بقى تفكر شكل الكنات، على فكره يا باشمهندس انت اللي حضرتك اللي بتختاره، يعني انا السيخ اللي فوق ده الاثنين دول لازم يتربطوا، يعني انا ممكن اقعد كنه بالمنظر ده كده. تمام، بحيث ان انا اربط الاثنين مع بعض. الشكل ده. فشكل الكنه هيطلع لك حلو بالمنظر ده. اهم حاجه اللي انت بتراعيها السيمتريه، الكنات يبقى سيمتريه، الكنات يبقى سيمتريه والمسافات ما بين الاسفل. طيب افرض المسافه ما بين السيخ والسيخ زادت عن 150 سم عن 150 مللي، جميع الكنات جميع الاسياخ هتتربط. لو المسافه الناس تبقى حافظه الارقام دي، لو المسافه ما بين الاسياخ زادت عن 15 سم يبقى جميع الاسياخ هتتربط. طبعا انت بتحط التربيط باي شكل، انا سيخ ولا سيخ، والاسياخ كلها المفروض تتربط مثلا، ولا سيخ اربع اسياخ زي دول كده هضطر ان انا اربطهم كده. طب افرض عندي خمسه يبقى هضطر اربط كنه حبايه لهم كده بالمنظر ده، كنه في كنه في كنه. الناس وصل لها الفكره للكلام اللي احنا بنقوله ده ولا لا؟ يعني شكل الكنات انت كده وانت قاعد في الموقع كده وقاعد قبل ما تشتغل انت بتقعد ترتبه مع نفسك. يعني انت حضرتك بتبقى قاعد مع نفسك بترتبه كده، يعني تقعد تقول اه المسافات من الاسياخ لازم كلها تتربط، فانا ممكن اربط دول كلهم مع بعض. طب هيفضل سيخ، ممكن اقول كان حد كان حد بايع يعني ربط سيخ واحد بس. احنا دلوقتي بنظبط اشكال الكنات بس، لكن لسه هنخش على شكلهم والكنات الاوتوماتيك والكنات بعيون وحجاب والكلام ده هنقوله دلوقتي. لكن انا دلوقتي بشرحه شكل الكان، يعني انا عايزين نعرف شكل الكنات عامل ازاي، لان ساعات في المواقع زي ما بقول لكم تلاقي كان صندوق بس كده، لان المسافه ما بين الاسياخ والاسياخ تلاقي 30 40 سم وحاطط صندوق واحد بس. لان اللي انا عايز اوصله لك ازاي بنعرف شكل الكنات بنطلعه ازاي. تعالى نعرف شكل الكنات عشان الناس مستعجله. اول كنه عندنا كنه بعيون، كنه بعيون لو اكبر من 15 بتربط كل الاسياخ لازم تتربط، اقل من 15 اقل من يساوي 15 بتربط واحد وتسيب واحد، بتربط واحد وتسيب واحد. اول كنه عندنا كنه بعيون اللي هي الشكل ده، تلاقي عيون بالمنظر ده. العين دي كل عين هيخش فيها سيخ، كل عين من العيون دي هيدخل. امتى استخدم الكنات بعيون؟ بصوا بصراحه عشان تبقوا فاهمين الفكره بتاعت الكنات اللي بعيون عشان محدش يضحك علينا. بص انا هقول لك دلوقتي فكره الكنات بعيون كنا بنستخدمها الاول، هي الاول ايه؟ كل سيخ بيطلع العين فبتحافظ لك على اماكن الاسياخ، بتحافظ على اماكن الاسياخ وبعضها. لما بتطلع الاسياخ معدوله ما بتروح شمال ولا بتروح يمين، دي حاجه. بنستخدمها غالبا في كل عمود، مثلا كل واحد متر في العمود، يعني كل عمود استخدم واحد. كل عمود استخدم كل متر استخدم واحد، يعني عمود بيتحط في اثنين. والاشياء اللي فوق خالص بحط فيها كنب عين اللي نسميها كان راي اخر حاجه خالص. والكنه اللي فوق دي كان عيون يا باشمهندس، كان عيون. والكنه الاخيره اللي هي اخر حاجه اللي بتمسك الاشياء ببعضها خالص فوق بنسميها كان راي، يبقى اعتقد اسمه راي لانها بتبقى فوق يعني جايه من الرايه بتاعت الكوره كده. بس بصراحه الكنه اللي بعيون دي ما عادتش شغاله، ما حدش عاد بيعملها الا الابناء التعليميه. هيئه الابناء التعليميه هي اللي بتطلب الكنات بعيون. صراحه ما عادش لها لازمه، استخدامها من غير استخدامها ما عادش لها لازمه ولا تهمك في اي حاجه لسبب واحد. تعال نفهم ليه اساسا هم كانوا بيستخدموا ليه كنبه عيون. بص يا باشمهندس، في الاول يا باشمهندسين الحديد ده كان حديد املس، الحديد الاول كان حديد املس، تمام؟ كان حديد ايه؟ املس. فلما تربطه بسلك رباط ممكن برضه يتحرك، يعني ممكن برضه لانه سلك ناعم، السيخ ناعم، تمام؟ دي نقطه، يعني كانوا بيخافوا ان الحقيقه ان السيخ يتحرك، لان زي ما قلنا السيخ بيبقى ناعم والكنب بتبقى ناعمه
فطبعا ممكن يتحرك على السيخ كده، كانت لا ممكن تروح في الاتجاه اكس واتجاه واي، فكانوا بيخافوا حاجه من زي دي، فكانوا يحطوا ايه يعملوا عيون عيون، بالتالي ترمي السيخ ببعضها، فايه الاشياء الاسلاك ما تتحركش. ده اول فايده. الفايده الثانيه كانوا بيخافوا برضه ساعه الصبر، ساعه الصبر. طبعا انت لو انا عندي منسوب السيخ اهوت وفي اشاير طالعه عشان تمسك الدور اللي فوق، فبيجوا ساعه الصب كنا نلاقي مثلا بعض العمال يمسكوا الاشياء كده ويقعدوا يهزهزوا فيها. فهزازه الاشياء دي كانت ممكن برضه تعمل مشكله في ال كانت تعمل مشكله ان الرباط ممكن يفك ولا حاجه. فكان ايه يوم جاي رابطها بكان عيون علشان ايه يحزن الاسلاك كلها بعضها من ايه ما تتحركش من بعضها. طيب لكن دلوقتي احنا عندنا الحديد بقى حديد مشرشر. حديد كله بقى جريد ستيل، حديد مشرشر. وبالتالي لما بتلف سلك رباط عمره ما يتحرك، يعني انت بتلف عليه لانه الحديد السيخ بيعش السلك الرباط بيعش في السيخ، وبالتالي حضرتك مش خايف من اي حاجه. انا مش خايف من اي حاجه. يبقى دي نقطه نوع نقطه. النقطه بتاعت الصب انا مش هخلي العمال يمسكوا الاشارة ويهزوا لان ده طبعا غلط. انا اعرف غلط بعد كده ليه. وبالتالي انا استخدمت كنبه عيون او عدمه ما عادتش تهمني، يعني انت استخدمتهاش ما تهمنيش. كان المهم بس اهم حاجه ان الاشارة اللي كانت طياره زي ما المهندس بيقول او كان رايه اللي هم يتربطوا بكنب خلاص، كان اوتوماتيك وخلاص. المهم يتربطوا، وخطا شائع اللي فيه المهندسين ما بتربطش الكنات اللي فوق، الاشاير ما بتربطش الكنات، وده خطا منتشر. لازم الكنات اللي فوق تتربط باشاير باسم بكام. وخلاص يعني الكنب عيون، يعني المشكله ان الواحد بيلاقي ناس متنشنه. الواحد بيلاقي ناس رايها متنشن. يقول لك لازم كنب عيون، لازم كنب عيون. يا عم الحاج ما تقدر اروح علينا كده كنب عيون، يعني ايه اللي هيحصل يعني لو ما استنوش عيون؟ الموضوع العرب نفسها اللي هي الهندسه بتاعت مصر ما بتستخدمش كلام بعيون. الشركات الكبيره ما بتستخدمش كلام بعيون. انا بقول لك البيئات الكلابيه التعليميه الوحيده لحد دلوقتي هي اللي بتستخدم كلام بعيون. يبقى دي اول حاجه كان بعيون. بعد حاجه كده اسمها في حاجه ثانيه اسمها كان احجام. دي اسمها احجام. فبتبتدي بتكون فين؟ في الكانات تكون في الاعمده غالبا المربعه. لما يكون عندي عمود مربع بالمنظر ده كده، العمود المربع، فتلاقي مثلا في سيخ هنا وسيخ هنا، السياخ بالمنظر ده كده، وفي سياخ في الجنب كده، وعايز مثلا او في اربع سياخ فوق عشان تبان اقرب. عايز انا اربط السيخ ده، فممكن اربط الاسياخ دي كده بالمنظر ده. طب السيخ ده عايز يتربط، تربطه ازاي؟ هل اخد له كان حبايه كده؟ شكلها وحش. كان الحبايه يا باشمهندسين عامه لا تفضل، يعني كانت الحبايه دي لا تفضل لانها بتعمل تعشيش. بتعمل تعشيش. لكن لا ساعات بنستخدمها لما اكون مضطر استخدم كان حبايه. فالكان الحجاب ده استخدمته لما يكون عندي سيخ مثلا في عمود دائري في عمود مربع بالمنظر ده. السيخ ده عايز اربطه، اربطه ازاي؟ فممكن استخدم له حاجه بالمنظر زي مثلث كده، اقوم جايبه كده. يعني فاهمين القصه؟ اقوم جايب السيخ اربط الاثنين دول مع بعض. فتيجي في لو انت قربتها لا مثلث بالمنظر زي مثلث كده. طبعا دوش. او ممكن الاقي مثلا السيخين اللي فوق دول ممكن امسكهم كده. فالشكل ده بنسميه حجاب. الشكل ده بنسميه حجاب. غالبا زي ما قلنا في الكنات المربعه. الكنات المربعه. شايف انت الشكل ده عامل ازاي؟ اللي هو الشكل ده. شايف انت الكنة اهي؟ ده عمود مربع ولا انت شايف السيخ جوه اهي على الضلع ده اهو. اه ازاي على طول بنسميها حجاب؟ ما بنشوف ان هو مثلث والكلام ده، بنسميها على طول حجاب. يعني على طول بنطلق عليها الحجاب. شايف انت او الشكل بتاعها اهو، ده اسمها حجاب زي ما قلنا غالبا في الاعمده المربعه اهي. دي يعني دي تفريد الكنات اكتر، الناس تكون متخيله هو ده شكل مثلا تفريد كنات واضح اكتر اهو على الارض اهو. الراجل بيبدا يحدد جهاز الكنات بتاعته ويبدا يشتغل. ده هو اساسا شكله مش عامل ايه في كان. واخدين بالك كنت من اشكال الكنات احنا بنعملها ازاي وبنفرضها ازاي الناس ممكن ترسم عمدان وتقعد تفرض فيها، يعني الناس ممكن ترسم عمدان وتقعد تفرض المسافه كذا ودي كذا وتقعد ايه. على فكره الاشكال محفوظه، يعني الاشكال لو لاحظتم الاشكال بتاعت الكنات محفوظه. يعني لو انت عندك عمود مستطيل في الغالب بتلاقي ايه كنه في كنه، يعني كنه كده وتلاقي في كنه جايه كده، وساعات تلاقي في حبايه في النص. العمدان المربعه تلاقي حجاب او مثلث، يا اما حجاب او الاثنين طبعا اسمهم حجاب. بس يعني الكنات في الاول والاخر يا باشمهندسين هتلاقي شكلها في الغالب يعني بيبقى محفوظ. ده شكل تاني من الكنات. بصوا بقى دي الكنه الحبايه بقى، تعالى نشوفها هنا. نشوف دي الحبايه يا باشمهندسين. الكنه الحبايه ربط سخين اتنين بس. يعني الكنه الحبايه سيخ او ربط سيخ واحد بس زي ما انت شايف كده. دي كنه حبايه، بص شكلها عامل ازاي؟ لذلك المسافه اللي بين الفرع والفرع بتبقى قليله شويه
وبالتالي ايه ما بنفضلهاش كنا الحداد. الكنه الاوتوماتيك اللي هو بيلف الكنه كلها مره واحده، الكنه الاوتوماتيك دي اسمها صندوق، دي اسمها صندوق كنه واحده يعني فرع كنه بيقفل واحد. الكنه الاوتوماتيك هي كنه بيقفل واحد، الكنه الاوتوماتيك يعني مثلا انا عندي كنه بالمنظر ده كده والتسريبه بتاعتها كده، فبدل ما يعمل كانتين اتنين كنه صندوق في كنه صندوق يقوم جاي عاملها كنه اوتوماتيك. الكنه الاوتوماتيك هي كنه بيقفل واحد، فيعمل هيلف هيجيب سيخ ويقعد يلف 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 مره واحده يوم جاي مطلع له الكنه يقعد يلف فيها كده 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 بتلاقي شكلها في النهايه كده، دي اسمها كنه اوتوماتيك كنه بيقفل واحد. هي صراحه بفضل الكنه الاوتوماتيك، يعني الكنات الاوتوماتيك ميزتها هي عيبها اللي انت بتسيخ اكتر من مره فبتعمل لي وجهات زياده. يعني الايه؟ لو انت ملاحظ لو انا عندي كنه لا بص السيخ قاعد يلف 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 بيلف كذا مره مرات كتير فممكن يضرب يعمل مشكله في السيخ، لكن ميزتها في الزلازل والكلام ده اللي انت بيبقى احنا قلنا ان القفل بيبقى ضعف الكنه هو القفل، ضعف الكنه هو القفل. فطبعا بدل ما يعمل ثلاث اقفال في الكنه الواحده هنا بيعمل قفل واحد بس. طبعا بيوفر حديد بس مش حديد كتير ولا حاجه، بس ميزتها اللي هي قفل واحد فتكون مقاومتها اكبر شويه، مقاومتها اكبر شويه افضل يعني الكنات الاوتوماتيك. زي دي كده انت لو بصيت لدول كانتين اهو، بس لو انت ملاحظ هي بقفل واحد. يعني التسيخ قاعد يلف يلف بالسيخ يلف بالسيخ وفي الاخر جاب له قفل واحد بس، قفل واحد بس، هي دي الكنه الاوتوماتيك. تمام، عشان تركب الكنات افضل طريقه تركب منها الكنات، افضل طريقه حضرتك تركب فيها الكنات بسرعه، افضل طريقه افضل طريقه افضل طريقه ان انت تنجز في موضوع الاعمده والكلام ده في الكنات بتاعت الاعمده والكلام ده، اللي في الاول يجي انت بيجي في الاول الاشاير، بتبقى انت عندك 1 متر اشاير صح؟ بيجي يحط الكنات كلها بتاعته في المتر الاشاير، بيجي يحط الكنات كلها بتاعته في قلب المتر ده زي ما انت شايف كده حضرتك. بص هو رصص الكنات كله بتاعته في المتر، تمام؟ بعد ما بيرص الكنات دي كلها بيبدا يصيغ الاشاير بتاعته، صح؟ هنا الحداد بعد كده بيبدا يرص الاشاير، ايه الحديد بتاعه، بيبدا يرص الاشاير بتاعه، تمام؟ بيبدا الحداد هنا بيرص ايه؟ الاشاير بتاعته. الحديد اسف دي افضل اسرع طريقه، يعني ده اسرع طريقه، يحط الكنات بتاعته في المتر اللي طالع وبعد كده يبدا يحط الحديد بتاعه، تمام؟ طيب عايزين نعرف بقى شويه مصطلحات مهمه في موضوع الكنات والمشاكل. في لفظ اسمه تجنيط، في لفظ اسمه تجنيط. ايه التجنيط ده يا باشمهندسين؟ التجنيط ده عباره عن علامه بالتباشير، علامه بالتباشير، تمام؟ المفروض الحداد لما يجي يرص الكنات بتاعته يعمل حاجه اسمها تجنيط، يجنط، بيجنط على تقسيط معين حسب اللوحه اللي بتبقى معاك. التقسيط ده المسافه ما بين الكنات وبعضها، يعني انت مثلا لو انا عندي 5 في المتر، 5 في المتر يعني المسافه ما بين الكنات والكنة 20 سم، يبقى التقسيط على 20 سم، فانت المفروض تيجي تقول للحداد ايه؟ عايزك تجنط على تقسيط 20 سم، او عايزك تجنط على 20 سم. ف 20 سم دي اللي هي التقسيط، والتجنيط اللي هي ايه؟ بيعلم بالتباشيره على اشاد الحديد بحيث يقدر يرص الكنات بتاعته على المسافات بالظبط. يعني نشوف بس علامه التباشير واضحه شويه، هي دي. بص انتوا على السيخ، بيجي على السيخ الحديد يا باشمهندسين ودي علامه بالتباشير اهي، بيجي يقوم جاي فارد الشريط بتاعه ويقول لك مثلا عايز كل 20 سم كده، يبقى ايه؟ حط علامه عند 20 20 40 60 80 100 100 100، علامه التباشير زي دي. في يعني بص علامات التباشير بعد ما بيحط علامات التباشير، بالظبط انا لسه هقولها يا باشمهندس. فلما بيحط التباشير ده بيبدا يرص بعد كده الكنات عليه. فالتجنيط اسمها التجنيط ده بيظبط لك المسافات، تطلع المسافات ما بين الكنات وبين بعضها مظبوط. لو ما جنطش، لو ما عملش عمليه تجنيط، المسافات ما بين الكنات ممكن تلاقي 20 مره، تلاقي 25 مره، تلاقي 15، فهو بيحطه بالنظر بقى. فانت لازم كمهندس تقول له اعمل لي، لازم تشوف التجنيط ده اللي هو العلامات بالتباشير دي، لازم تتاكد منها، لان لو ما قلتلوش هضحك عليكم مش هعمل. مشكله ثانيه انت هي وريها لك الصوره. بص هنا في الاول لو انتم ملاحظين برضو في مشاكل الكنات، شايف انت هنا ده السير، ده السير عادي، شايف ده اسمه الالزوم بتاع الكنات،
الالزوم بتاع الكائن او الالزوم بتاع الكائن، الزوم اللي هو الركن بتاع الكائن. شايف انت السيخ فين والركن بتاع الكائن فين؟ لازم السيخ ده يطلع يتربط هنا، يبقى في الالزوم بتاع الكائن او في ركن الكائن. تمام، لازم ايه في الركن بتاع الكائن، لو مش في ركن لازم يسحبه على الركن بتاع الكائن، لازم يسحبه يشد على الركن. لان في حاله زي دي السيخ ده ما عادش مربوط، السيخ ده ما عادش مربوط، انت بعدته عن الركن بتاع الكائن. يبقى لازم تخلي حالك من الحاجات البسيطه دي. هنا بقى ايه الميل بتاع الكنات، الكنه هنا مايله، يعني انت لو بصص الكنه بقى واخده ميل كده. طيب الكنه دي خدت ميل ليه؟ الكنات بتميل منه لانه بيجي يجمط، بيجمط في ناحيه واحده بس، بيجمط في ناحيه واحده، بيحط علامه التباشير في ناحيه واحده، الناحيه الثانيه ما فيش فيها علامه تباشير، وبالتالي بيجي يرص الكنات بتاعته هي مظبوطه من ناحيه والثانيه مش مظبوطه، مظبوطه من ناحيه ومش مظبوطه من ناحيه. طب عشان نحل المشكله دي، لان الكنات المايله مش هتشتغل بالكستيت، مش هتشتغل بالفول كباستي بتاعتها، يبقى لازم تقول للحداد يجمط من الناحيه دي ومن الناحيه دي، لازم يجمط من ناحيتين اثنين شمال ويمين عشان يحط الكنه بتاعته على التجنيط، وبالتالي الكنه بتاعته بتطلع افقيه تماما. لان لو مايله زي ما قلنا انا محتاج الكنات في الاتجاه الطولي، في الاتجاه الايه؟ الافقي، اسف. القوة عندي لو انا عندي ضغط بتاع العمود، انا عندي الكنات القوة الافقية جاية لي كده، فانا لما اروح امايل الكنات مش هتشتغل بالكفاءة بتاعتها، مش هتشتغل بالكفاءة بتاعتها. يبقى لازم الكنات تبقى افقية. طب حضرتك هتعملها افقية ازاي؟ لازم تشمط شمال ويمين من الجنبين الاثنين بتاع العمود علشان يطلعوا ايه؟ يطلع الكنات تطلع مظبوط. خد بالك من دي. لا يا باشا ده اصول صناعة، ده مش ملهاش علاقة بالسياحة. تعالى بقى بص بقى ايه؟ كارثه من الكوارث وبتحصل على طول على فكره في مواقع كتير لو المهندس مش واخد باله، لو المهندس مش واخد باله. ايه هي؟ يجد من الذين الحداد يوم وين عامل لك كان صندوق، تمام، كان صندوق زي دي كده، كان رابطه الايه؟ الاسيخ الخارجيه، وكان ايه؟ اوتوماتيك، كان صندوق وكان اوتوماتيك، كان صندوق عشان يوفر الوقت. بص انت لو ملاحظ هنا دي كان صندوق وبعدين خد كان اوتوماتيك، يعني هنا فرعين اثنين هنا اربع فروع. بص اللي بعدها مفيش، اللي بعدها واحده وواحده واحده. على فكره حدادين بيقبلوها كتير، وفي مهندسين بتبقى واقفه وما بتاخدش بالها، ما بتاخدش بالها منها، يوم جاي عامل واحده وواحده واحده وواحده واحده واحده، وحقيقي بتحصل كتير جدا. يعني نقطه الكنه والكنه دي بتحصل كتير جدا. يبقى انت لازم تاخد بالك من التقسيط، لازم تاخد بالك من شكل الكنه، وعرفنا شكل الكنه بنعرفه ازاي، وعرفنا يعني ايه تقسيط، وعرفنا عشان اظبط التقسيط لازم اعمل حاجه اسمها بلاوي، بلاوي اقسم بالله. طيب هنا بقى ايه؟ نقطتين اتنين برضو لازم نبقى عارفينهم. هنا نفس الكلام على فكره يا باشمهندس، هتلاقي كان صندوق وبعدها كان اوتوماتيك، يعني دي كان صندوق ودي كان اوتوماتيك، او كان فرعين وكان باربع فروع، كان فرعين وكان باربع فروع. مشكله يعني ايه ولاد الذين يعني. المشكله الثانيه قبل ما تقفل العمود لازم تكون منظف الجنب البطن بتاعك، قبل ما تقفل العمود ترش ميه هنا او تخلي عامل يكنس لك الحته دي وينضفها لك عشان ما تعملش فاصل ما بين الخرسانه وما بين العمود. يعني انت شايف هنا في رمل وفي بتاع بيجيب جردل، جردل ميه يقوم جاي رشه علشان ما يعملش فاصل، ينضف ايه؟ مكان العمود. تمام، هنا في غلطه ثانيه اللي هي التكسيحه دي، اجيبها لك من كل التفاصيل تعالى نشوفها. بالنسبه للقص يا باشمهندسين، حضرتك تيجي تقص، لما اجي اقص العمدان، لما اجي اقص الاعمده طبعا المفروض بتقص، لان طبعا ايه كل ما بتطلع للادوار العليا كل ما الحمل بيقل، كل ما تطلع فوق الحمل بيقل. تمام، القص فيه كذا طريقه، القص كذا طريقه لشكل حديد التسليح. اول شكل اللي انت ممكن تاخد حاجه اسمها ميل 1:6، الميل متقابل ميل في السيخ. يعني انا مثلا لو انا عندي عمود بالمنظر ده كده وهقصه هيطلع كده، وهقص مثلا ممكن اخد السيخ بميل كده، ودي كاميرا مثلا، فانا ممكن ايه امشي كده بالسيخ وبعدين عشان ادخله جوه كده اقوم جاي واخد ميل كده وارجع عدل. فالميل ده لا يزيد عن 1:6، ده يزيد عن 1:6. طيب الميل ده لازم، الميل ده لازم يتعمل في قلب البلاطه او قلب الكاميرا، لان ساعات بنشوف ان الميل ده بيعمله بعد ما بيصب الكاميرا او بيصب البلاطه، بيجي يعمل ميل، بيصب البلاطه والكاميرا ويجي يعمل ميل من فوق. لا، الميل ده لازم يتعمل في قلب البلاطه او قلب الكاميرا. تمام، ركز معانا وان شاء الله هتفهم. هنا لما صب السقف مثلا او صب البتاع كده، لما جه عايز يعمل تكسيح، خلي بالك عامل تكسيح من فوق الرجل دي،
لما اجي اقلل قطاع العمود، لما نيجي نقلل قطاع العمود حسب كود حسب الكود المصري زي ما رسم لك سكتش كده، لازم السيخ يطلع بميل 1 ل 6 بالمنظر ده، لازم يطلع. والميل ده لازم يتعمل في قلب البلاطه وقلب القمر، في قلب البلاطه او قلب القمر. افرض الميل ده واحد اكبر من 1 ل 6، تعال ناخد مثال على 1 ل 6 ده. انا بقسم المسافه الافقيه على المسافه الراسيه، يعني حضرتك عايز تقص كام؟ عايز اقص 5 سم. طيب عايز اقص اقلل القطاع مسافه سنتي. طيب هتقلل في ارتفاع قد ايه؟ هتقلل في ارتفاع قد ايه؟ افرض انا عندي كاميرا 50 سم، ارتفاع الكاميرا 50 سم. يبقى المسافه الافقيه عندي 5 وفي ارتفاع 50، يبقى الميل اللي انا اخده كام؟ 5 على 50 ف1 الى 10 او 1 ل 10، يبقى انت كده في السيف سايد، اقل من 1 ل 6، اقل من 1 ل 6 يبقى انت كمان. طيب افرض مثلا عندي 5 سم وعندي بلاطه، عندي بلاطه فلات سلاب وعايز اقلل 50، وعايز اقلل في بلاطه 20. طب لو قسمت 5 على 20 فيها كام؟ 1 على 4 ما ينفعش. طالما اقل من 1 ل 6 ما ينفعش، 1 ل 4 اكبر من 1 ل 6 ما ينفعش. يبقى انا مثلا بلاطه فلات سلاب ما ينفعش ايه؟ اكسع الحديد بالشكل ده. ليه ميل 1 ل 6؟ خلي بالك ميل 1 ل 6 لان انت لو زودت الميل يا باشمهندس، لو زودت الميل النقل الحمل هيبقى في مشكله في نقل الحمل. في مشكله في نقل الحمل. والمشكله الثانيه هيبدا يتكون عندك قوه افقيه. قوه افقيه جديده. لما السيخ يكون ماشي كده وفجاه كده تقوم جاي كسر مره واحده كده في المنطقه دي، اهي هيتكون عندك قوه افقيه. في المنطقه دي هيتكون عندك قوه افقيه. قوه افقيه تضرب في الخرسانه، انت مش واخد حسابك، مش واخد حسابك في القوه دي. وبالتالي تبدا ايه؟ سبب لك شروخ في الجزء ده. لذلك الميل ما بيزيدش 1 ل 6. تمام؟ طب افرض الميل ده مش عارف اعمل الميل، قال لك ايه؟ قص الحديد. يعني نرجع للكود. يقول لك ايه؟ موت الحديد القديم. موت الحديد القديم، تمام؟ يعني ايه الحديد القديم؟ يعني انا عندي قطاع عمود بالمنظر ده. وانا عايز اقلله بالشكل ده. تمام؟ بس جيت اشوف الميل لقيته اكبر من 1 ل 6. يبقى ما ينفعش اخد الميل 1 ل 6. ما ينفعش اعمل ميل، هضطر اعمل ايه في الحاله دي؟ اضطر يا باشمهندس الحديد بتاع العمود القديم ده هو هنهيد المنظر ده كده بطول رباط، تمام؟ بالمنظر ده، وهنزل حديد جديد بالمنظر ده. حاسس اكن بالظبط بزرع حديد جديد. اكن بالظبط بزرع حديد جديد. طب معنى كده ان منسوب صب العمود ده هو لازم يبقى ايه؟ طول الاشاره المدفونه دي جوه العمود القديم 1 متر او طول رباط 60 فاي. طول رباط 60 فاي او 65 فاي او 1 متر على حسب اللوحات. معنى كده ان العمود ده لما اجي اصبه اقل كام؟ اقل 1 متر. وبعدين اربط الاشاره العمود الجديده واقوم جاي حاطط مين؟ واقوم جاي حاطط العمود الجديد، الاشاره الجديده. او ممكن اعملها ساعه صب العمود ده عادي، ما اتحركش وتبدا تحصل في التصنيع يا باشمهندسين. لكن ساعات بنقص وبنقلل حديد التسليح. يعني انا ممكن اقص العمود واقلل حديد التسليح، يعني ممكن اقص سيخان 2 من العمود اصلا، فبالتالي مش محتاج اكسح او مش محتاج احافظ على الحديد. يعني مثلا عندي عمود في الدورين الاولانيين كان 12 سيخ، في الدور اللي بعد كده بقى 10 اسياخ. يبقى بالتالي اللي انا هقص العمود هقص الحديد مش محتاج. لكن بيجي لي وحي يقول لك ان بص، عشان الناس تفهم اكتر، ممكن يجي لي قطاع لوحه يقول لي ان قطاع العمود 25 30 في 100، عدد حديد التسليح 16 سيخ، تمام؟ في الدورين اللي جايين بعد كده بيقول لك والله ان قطاع العمود 25 في 100 بس الحديد زي ما هو 16، ما قللش حديد التسليح. حاجه زي دي اعمل ايه؟ هنعمل اللي احنا قلناه. طيب لكن يجي لك مثلا في لوحه ثانيه يقول لك لا، الحديد خمسه، العمود 25 في 100 والحديد 14، ودي غالبا اللي منتشره، بيقلل قطاع العمود وحديد التسليح. يعني العمود بيقل هو والتسليح. لكن زي ما قلنا هي عمليه تصميم بحت، يعني ايه اهم ايه؟ بيصنع على حسب التصميم. الناس فهمت قص الحديد دي؟ الناس فهمت القص بيقص ليه؟ شايف هنا راح عمل ايه؟ يعني شوف هنا عمل ايه؟ هنا عنده بقى راح كسح، راح عشان يقلل قطاع العمود، راح عمل ايه؟ ده واخدها على زاويه 90 درجه المختار، يعني المختار واخدها على زاويه 90 درجه يا حبيبي. شوف عامل ازاي؟ طب ما انت كان عندك كاميرا تحت اهي، تقريبا في كاميرا باينه اهي، طب انت ليه المفروض تكسح من اول الكاميرا؟ يعني المفروض تكسح الحديد ده وتكربه من تحت في ارتفاع الكاميرا، في دبس الكاميرا. في دبس ايه؟ في دبس الكاميرا. ما تعملش ما تعمله هنا في البلاطه. طبعا في البلاطه اتخامته البلاطه قليله، هو عايز يكسف، فبالتالي ما جاتش معاه، راح خدها على زاويه 90.
طب في حالة زي دي ما ينفعش ليه الكلام ده؟ غلط. بالنسبة لموضوع القص، أنت بتقص طبعا. بص، في نوعين اتنين من اللوحات، في لوحة بتيجي على العمود الناحية اللي أنت هتقص منها وبتتقله في اتجاه ثابت واتجاه حر، تمام؟ بيجي لك على الاتجاه اللي أنت هتقص منه، اللي أنت الاتجاه الفيكسد بتاعه، يقوم جاي مدخن الخط، تمام؟ أنا ممكن نفتح الملف كده في الآخر أوريها لك في الآخر. يعني يجي يقول لك والله الاتجاه ده ثابت، تلاقيه انت قالب فولت تقيل شويه، فتلاقي حاجه وانت ده يقول لك انت مسموح لك ان انت تقص في الاتجاه ده بس. هو اللوحه كده، اللوحه بيقوم جاي متقل لك التتقيل حاجه تقيله في العمود ده، يعني بيقول لك ان الاتجاه ده ثابت، يعني حضرتك مش هتقص من هذه الاتجاه، لكن الاتجاه ده ايه تقص منه عادي، تمام؟ في بعض اللوحات مثلا المكاتب المجلات يقول لك عمود 30 في 60، في العمود اللي بعده بقى 30 في 55، تمام؟ بتبدا انت بقى تبص في ايه؟ بتبص على اللوحه كده تشوف والله انا وصلت، لو انا عندي عمود بالمنظر ده تبدا تقول تبص من الشمال ولا من اليمين، تبدا تبص لوحه المحاور والاعمده. يعني في الغالب بتبان من لوحه المحاور والاعمده. ده الاكس ثابت مثلا في الاتجاه ده كده، يعني اكس ثابت، فانا ابدا ابص من الاتجاه ده. هجيب لكم لف وتوكال، هنوضحها اكتر في اللف وتوكال في الاخر، بس فكرنا ده ان شاء الله. في نقطة في غاية الأهمية نسيناها من كل التفاصيل، لا تكثيف الكائنات. تكثيف الكائنات يقول لك الأعمدة المقاومة للزلازل، الأعمدة المقاومة للزلازل يجب ألا تزيد المسافة من الكنات اس نود، وذاك المسافة تقل نود من وجه اتصال العمود مع الكاميرا عند كل طرف، والاس نود دي بيقول لك الثمان مرات قطر أكبر سيخ. الكلام ده لازم تعرفوه. 150 سم 150 مللي او نص اكبر نقطه مول، دي ايه؟ دي الاس نود اللي هي المسافه اللي بنكثف فيها الحديد، بنكثف فيها سيف الكنات عشان الزلازل، غالبا ممكن تلاقيها من 15 سم، تمام؟ يبقى اس نود دي المسافه ما بين الكنات في حاله التكثيف. طيب المسافه اللي هنكرر فيها يا اما سدس الارتفاع، يا اما البعد الاكبر للعمود، يا اما 50 سم، غالبا بتلاقي 50 سم. كما يجب وضع اول كان على مسافه لا تزيد عن اس نود عن الوجه الاتصال، والكاميرا ما تزيدش عن ايه؟ اس نود على 2. شوف بقى النقطه رقم مين بيقول لك ايه؟ يسمح بعمل الوصلات في منتصف العمود. على فكره يفضل الوصلات تتعمل في منتصف العمود، يفضل ان الوصلات تتعمل في منتصف العمود. وفي حاله الزلازل افضل حل ان الوصلات تكون في منتصف العمود عشان البندنج مومنت. لو انا عندي عمود شكل المومنت اللي بحاجه بالمنظر ده، معنى كده ان اقصى عزم بيكون عند تحت وفوق، لكن منتصف العمود العمود بيقل فين؟ الحديد المومنت بيقل في منتصف العمود، فافضل مكان توصل حديد التسليح في الاعمده هو المنتصف، وافضل حل في الزلازل ويفضل وطبقا للكود الامريكي، حتى اللي شغال طبقا للكود الامريكي بيعملوا الوصلات في المنتصف، يبقى افضل وصله هي، وحتى لو مفيش زلازل افضل وصله برضه هي المنتصف، يبقى افضل وصله هي المنتصف عشان العزوم، حتى لو شويه عزوم صغيرين هي افضل وصله في المنتصف، زي ما قلنا شكل العزم، بيكون اقل من يمكن في المنتصف. واقصى عزوم بتبقى عند فين؟ عند السبورت اهو، فوق البلاطه. فالكود اللي بيقول لك الكلام ده، شايف انت اللي فين؟ وصلات في منتصف العمود طبقا من الكود المصري. ما تنساش يا باشمهندس تكثيف الكنات، الناس كلها بتنساها. المشاريع حتى كلها مش مهمين، سواء هو كل بيقول لك ان انت تكثف الكنات للزلازل بس، لكن كل المشاريع بتكثف كنات افضل حاجه، لان لو حسبتها مش هتلاقي يعني لو حسبت الكنات التكثيف بتاع الكنات مش هتلاقي بتفرق قوي، مثلا 50 كنتين ولا حاجه، بدل ما هو 5 في المتر تلاقيهم 7 في المتر، لكن بتبقى امان اكتر، لان نقطه الضعف بتبقى في الكنات هي المشكله. ده تكثيف الكثف اللي نود من تحت العمود من تحت البلاطه، وال نود فوق البلاطه زائد عمق القمر، يبقى دي المسافه اللي بنكثف فيها. وطبعا الكود اداك ال نود، يعني الكود اداك ال نود كام، غالبا زي ما قلنا بتبقى حوالي 50 سم، يعني هاخد 50 سم من تحت القمر، سم من فوق القمر زائد عمق القمر، يعني عمق القمر 50 سم، يبقى المسافه اللي هكثف فيها حوالي 150 سم. مهم جدا الكلام ده. طيب الكنات مهم جدا برضو ان الكنات يا باشمهندسين توصل جوه الكاميرا. هنا الخطا الشائع بقى والمنتشر ان الناس كلها بتنسى الكنات جوه الكاميرات. الكنات لازم الكاميرا وصلت الكاميرا زي ما انت شايف العمود بالكاميرا، لازم الكنات تتكسر، ولازم الجزء ده يبقى فيه كاميرات، لان الناس بتيجي تكسر في الجزء ده ما تعملش كاميرات،
ما بيتعملش كنايات، الجزء ده بيبقى فاضي، الجزء ده بيعملوه فاضي مفيش فيه كنايات، الكلام ده مفقود، لازم يتعمل كنايات. ليه بقى لازم؟ تعال نفهم دي، تعال نفهم دي. ليه الكنايات في الوصلات مهمة جدا؟ احنا هو لا على فكرة مش صعبة، لا طريقة تنفيذها نعرفها في البلاطات، طريق ازاي بننفذها ازاي؟ اللي انا بعمل الكاميرات فوق وبسقطها تحت، تمام؟ النجارين هم اللي بيضحكوا على الناس على فكره، الحدادين اسف اللي بيضحكوا على الناس يقولوا مش هعرف انفذها، لكن هي تافهه، التنفيذ بتاعها تافه. طب ليه؟ ليه لازم الكنات تتكسر في المكان ده؟ تعال بص يا باشمهندس، لو حضرتك عندك فريم، لو انا عندي فريم، طب نجيب ورقه بيضاء، لو انا عندي فريم يا باشمهندس، فريم بالمنظر ده، شكل البندنج مومنت بيبقى عامل ازاي؟ بتلاقي شكل العزوم عامل كده، يعني لو خدنا كده باتزان كده مثلا، بتلاقي انت العزوم اللي على البلاطات دي، العزوم اللي على البلاطات، العزوم ده هتتنقل للاعمده ازاي؟ العزوم ده هتتنقل للاعمده ازاي؟ يبقى في بندنج مومنت على الكاميرات من فوق، على البلاطات او الكاميرات من فوق. البندنج مومنت ده هيتنقل ازاي للكاميرات؟ او العمدان هيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريق حاجه، عن طريق ايه؟ اللي العزومه مش همسي. اصل العزوم في اصل العزم اصله ايه؟ العزم اصله قوتين اتنين، قوه شد وقوه ضغط. يبقى انا لو عندي وصله، الكلام ده في الكود على فكره، الكود المصري فيه الكلام ده. لو انا عندي بندنج مومنت، لو انا عندي بندنج مومنت بيأثر بالمنظر ده كده. اي مومنت في الدنيا عباره عن قوتين اتنين، قوه بتشد وقوه بتضغط، وبينهم ذراع عزم. القوه الشد دي وقوه الضغط دي، المومنت اللي موجود هنا هيعمل لك شير، هيتنقل عن طريق الشير، اتنين عن طريق الشيل. المومنت هيتحول لشيل، قوتين اتنين، القوه هتعمل شيل على الوسط على العمود. طب والعمود عليه مومنت، هيتنقل ازاي المومنت؟ عن طريق ايه؟ هيتحول لقوتين اتنين، قوتين اتنين، قوه شد وقوه ضغط، هتعمل لك شيل هي الاخرى. يبقى الوصله دي جاي لها قوه شيل كبيره جدا، الوصله دي جاي لها قوه شيل كبيره جدا. طب الشير مين اللي هيقوم الشير؟ الكنات. مين اللي هيقوم الشير؟ الكنات. يبقى لازم هنا وجب ان حضرتك تعمل كنات في المكان ده، لازم. دي التفسير بتاعها مش مهندسين. لو انا عندي مني مومنت، طب المومنت ده بيعنيله ازاي؟ المومنت في الاساس عباره عن قوتين، قوه شد قوه ضغط. قوه الضغط هتاثر على بتاع البلاطه، هتاثر على العمود، هتعمل شير. العمود والعمود عليه مومنت وراه اخر هيعمل شير، فالمنطقه دي معرضه لشير كبير جدا. من اللي هيشيل الشير؟ هو فين اللي هيشيل الشير؟ هي العزوم. اللي هيشيل الشير هي الكنات. لذلك وجب تنفيذ كنات، وجب تنفيذ كنات وتكثيف الكنات. وهنعرف ان شاء الله في محاضره البلاطات او محاضرات التسليح، في البلاطات اسف، هنعرف ازاي الكنات الحداد يركبها، ولو مش عارف يركبها اقول له اشتغل بطريقه 2 1 2 3 وظبط بقى الكلام ده كله، ده هنعرفه ان شاء الله. لكن ده اللي احنا ايه ده بالنسبه للحدادة. طيب يعني اتكلمنا على وصلات، اتكلمنا على كنات، تعال نتكلم بقى اخر نقطتين بالنسبه للحديد العمود الحلزوني، العمود الدائري. هنتكلم على نجاة العمود الدائري ان شاء الله في المحاضره الجايه، عشان تقريبا قدامنا بالظبط 10 دقائق، يعني احنا قدامنا كمان 10 دقائق ان شاء الله. العمود الدائري هنتكلم على نجاة المحاضره الجايه، والحاجات اللي الثانيه هنتكلم عنها. بس انا عايز اتكلم في النقطتين اثنين على العمود الدائري بالنسبه للتسليح، ناس كتير بتهمله. في طريقتين اثنين للتسليح، العمود الدائري. يا اما تتعمل كنات حلزونيه، كنات حلزون دائريه، يا اما تتعمل كنات حلزونيه سبايرال او كنات دائريه. السبايرال دي اللي هي حاجه بالمنظر كده، حلزونات كده، حلزونات حلزونات دي كنات دائريه. طيب بالنسبه للكنات الدائريه، بالنسبه للكنات الدائريه يا باشمهندسين، الكنات الحلزونيه افضل من الكنات الدائريه، لان الكنات الدائريه الحلزونيه بتشيل حمل، العمود الدائري بيشيل حمل اكتر، يعني العمود الكنات الحلزونيه بتشيل حمل من العمود من الدائريه، لان العمود الدائري العمود الكنه الحلزونيه انت شايف كده فيها جزء راس، يعني الحلزونه فيها جزء راس، الجزء الراس ده شايل حمل بالاضافه ان هي في المستوى الافقي، يعني هي في المستوى الافقي والمستوى الراس، فهي شايله شغاله في الافق والراس، فشايله حمل زياده. لو دخلت على بعض تصميم القطع الاعمده كانت السبايرا هتلاقي ايه؟ شايله حمل من حمل راس. طب شايله ازاي؟ التفسير بتاعها ان في جزء راس اهو زي ما انت شايف كده، الجزء الراسي ده بيشيل كميه حمل معاه. يبقى دي موجوده ودي موجوده، وعلى حسب الايه اللوحات اللي بتجي. الكنات الحلزونيه دي زي ما عرفنا في الخوازيق بتتعمل سوسته، يعني بتتعمل سوسته بتنفذ على طول على فكره، مفيش فيها مشكله. الملاحظه اللي انا عايز اقولها في الامدان الدائريه، لو هتشتغل كيانات دائريه لازم الكنات القفل ده يا باشمهندسين يبقى قفل تبادلي. القفل يعني انت شايف ده قفل،
القفل اللي فوق فين؟ القفل اللي تحت فين؟ لان بنشوف في المواقع ان الاقفال كلها تحت بعضها، فطبعا دي امتن واقوى، يعني دي امتن واقوى في حتى في التنفيذ بتبقى اقوى، لان ما فيش حركه والكلام ده كله نطط ده، فيفضل ايه؟ لازم تبقى كل ايه؟ بعيد عن بعضها، الاقفال دي تبقى تنبه على الحداد ان الحاجات دي تبعد عن بعضها، الكنات كلها تبعد عن بعضها، دي حاجه. الحاجه رقم اثنين، في بعض المشاريع، في الاعمده الدائريه بنعمل كنه داخليه، كنه داخليه بنسميها كنه توق. تمام؟ كنه توق، يعني لو ده عمود مثلا دائري المفروض الكنات بتبقى من بره. المفروض اللي بنعمل في الاعمده الدائريه خصوصا الاعمده الكبيره اللي اكترها كبيره بنعمل حاجه اسمها توق. التوق ده عباره عن ايه؟ كنه داخليه، كنه من جوه بالظبط زي بتاعه الخوازيق. كنه من جوه مش هتلاقيها في كتير من المشاريع، بس يفضل ان انت تعملها، بتحافظ برضه على الحديد واتزان الحديد وشكل حديد التسليح، بتعمل كل واحد منها. يعني التوق ده بيبقى كنه داخليه بنعملها كل واحد منها. ترتيب الحاجات ايه؟ يعني ممكن نقدر نقول ان هي عامله زي الكنه بعيون كده، بس طبعا مش هتقدر تعمل كنه بعيون في عمود دائري يعني. القفل برضه بيكون القفل نفس القفل 10 فاي او لو على 35 135 يبقى 7 فاي. على فكره في الكود الامريكي لازم يتاخد ان القفل ده يكون لجوه، يعني القفل ده بيسموها عكفه. تمام؟ ما يبقاش بالشكل ده، يبقى داخل لجوه عشان ما يفكش. يعني بيسموها عكفه ماشي؟ دي الكنات السبايرال اللي يا باشمهندس. يعني ده عمود سبايرال السرعه بتاعتها. سوسه كده لو انت تلاحظ بره كده لسه ما ركبش السوسته بتاعت عمود تاني اهي. ليه؟ دي اسمها سوسته. تمام؟ اسمها سوسته. طيب يعني المفروض قبل ما يقفل ده كان يقفل ده، هو دلوقتي انت هو بيركب الحديد، وتظبطه وتستلم التقسيط وتستلم الحديد التسليح وتعد حديد التسليح وتظبط الفيلم اللي احنا قلناه ده. بتبدا بعد كده بقى ايه؟ تحط المفروض يكون في بسكوت، هنتكلم عنه بالتفصيل ازاي بنعمل البسكوت في الموقع وبنركبه وازاي من هنا لها نفس لوحدها ان شاء الله هنتكلم فيه. بتبدا بعد كده اعمال التهويه. طب هنتكلم بس عن اعمال التهويه في 5 دقائق كده، تهويه الاعمده البسيطه بس. تمام؟ يعني الناس بس ايه؟ 10 دقائق بس. هكلمك عنها المره الجايه يا باشمهندس. عمود دائري عمود مستطيل مفيش فيه اي حاجه. يعني عمود دائري عمود مستطيل، يعني عمود زي ده كده بتحوله مثلا لعمود دايره فيها في حديد. تمام؟ وحديد جديد بيطلع زي تقليل العمود بالظبط يا باشمهندس، زي ما يكون بتقلل قطاع العمود. تمام؟ بتنقط الحديد وتطلع حديد جديد، هو ده العمود المستطيل لو انت عايز تقلل عمود من عمود لعمود. بس اهم حاجه فيها السي جي يكون في السي جي، يعني الموضوع مش تصميم على فكره، مش تنفيذ، تنفيذ تافه، تنفيذ تافه، لكن التصميم هو ايه؟ ان السي جي يكون السي جي ماشي، يعني تحاول ان السي جي يكون السي جي عشان ما يحصلش عندك اكسنتريست. لكن التنفيذ في ناس بتقعد تضحك على ناس كده مش عارف الكلام، يقعدوا يضحكوا عليهم مصطلحات وكلام ده. سيبكم الكلام الفاضي ده، نصيحه مني يعني. التقويه ما هتكلمش عن التقويه، حاجات بسيطه كده في التقويه. بص يا باشمهندس، لما البسكوت هكلمكم عنه المحاضره الجايه. تمام؟ بالنسبه لعمل التقويه، بالنسبه ليه التقويه، في حاجه اسمها التقويه دي ليه؟ دي حاجه اسمها حزام. لما يكون ده العمود يا باشمهندس دي اسمه حزام، المسائل دي تقويات دي اسمها حزام. انا هعمل لك زوم دلوقتي عليها بس انا بعرفها، دي اسمه حزام. يعني ده اسمه حزام، التربيط ده اسمه حزمه، يعني كل حزام 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 كده. طيب المسافه ما بين الحزام والحزام، المسافه بين الحزام والحزام 40 ل 50 سم. يعني المسافه ما بين الحزام والحزام 40 او 50 سم. تمام؟ يبقى حزمه كده. وبرضه خلي بالك الحزام برضه بيعتمد على جوده الخشب اللي انت هتربط بيه، يعني الخشب لو خشب جديد ولا خشب قديم ولا خشب بالظبط. تعالى ناخد زوم على حزام نتكلم عنه. بص يا باشمهندس، انا خدت لك زوم كده على حته من العمود كده هنتكلم عليها. زوم بالمبزر ده كده. تمام؟ بتلاقي عباره عن حاجتين، عباره عن حته عرق كده، قطمه عرق اسمها عربه او شنيشه، اللي هي جزء العرق ده بيبقى حته عرق. تمام؟ عرق بيكون اطول من العمود مثلا حوالي 10 سم في كل اتجاهين، يعني لو طول العمود 50 سم يبقى هو طوله حوالي مثلا 70 سم، يبقى ده اسمه ايه؟ العرق اسمه ايه؟ اسمه شنايش او عرضه. طيب الحته اللي تزامه اسمها حبس او حبسه. حبس او حبس، يبقى ده الحزام، ده مكونات الحزام، عوارض وشنايش وله حبس. طيب العوارض والشنايش دي بتتمسك زي الشنايش دي بتتمسك ازاي؟ الشنيشه دي
في شنيشه الناحيه الثانيه قبلها، الشنيشه في شنيشه قبلها الناحيه الثانيه، بيتمسكوا عن طريق بعض الامطار، يعني انا بمسكهم مع بعض الامطار، ما ينفعش مسمرها بمسامير، يعني ما ينفعش مسمر العرضه بالمسامير، لا او الشنيشه دي مثلا تخانتها العرق بيكون 10 في 10، يعني مقطع العرق 10 في 10، مش هجيب مسمار 20 سم يعني عشان مسمار، تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا ايه؟ شنيشه و عرق لو حبس، هي دي الشنيشه اهي عباره عن عرق. طيب ده عرق اهو، في عرق اهو بين الناحيه دي، والشنيشه بيكون في الاتجاه الطويل، الشنيشه الاتجاه الطويل. الحزام ده، الحزام ده طوله من 50 من 40 ل 50 سم، بكررها كل 40 50 سم. طيب الشنايش دي بمسكها مع بعض عن طريق حاجه اسمها امطه، الشنايش بتتمسك مع بعضها عن طريق حاجه اسمها امطه، تمام؟ وبعد كده اللوح الحبس او الحبسه بقت تتمسمر عادي، تتمسمر تتمسمر في الشنايش او العوارض، ودي بتتمسك ايه؟ بقوم. خلي بالك بقى من نقطه، ان ساعات من نقطتين اتنين هنا، الطريقه دي الاول بنستخدمها في العمليه ده اللي اقل 90 سم او 80 سم، يعني بنستخدم الطريقه دي اللي احنا بنقول عليها دي الحزمه دي من 80 ل 90 سم، لو هتزيد عن 90 او 1 متر بنبدا في طريقه ثانيه بنقوم بقى، لكن الطريقه دي بنستخدمها 80 سم 90 سم، تمام؟ في المشاريع الكبيره بنخاف اكتر، او لما كنا نصب الباب ممكن نوصلها 60 سم، ده بالنسبه للي ده. طيب في نقطتين اثنين، بالنسبه للامطه، الامطه دي فيها جزء ثابت وجزء متحرك، يعني نشوف صوره اوضح للامطه. بصوا يا شمسين، مش هشوف لكم بس صوره اوضح، الامطه دي فيها جزئين اثنين، جزء ثابت وجزء متحرك، تمام؟ بصوا ده الامطه يا شمسين، رابطه العرقين مع بعض، ازوم لكم عليها عشان توضح اكتر. بص دي الامطه، ده جزء ثابت وده جزء متحرك، عمل زي العصفوره كده بيروح بيه. هو بيبدا النجار لما بيجي قوي، ده الجزء الثابت يحطه كده ويقعد يخبط على الجزء ده لحد ايه؟ ما يعشق في قلب الشنيشه. عرضه اسمها عرضه، شنايش او عرضه او عوارض يعني. ده جزء ثابت وجزء بيقعد يخبط على الجزء ده لحد ايه؟ ما يعشق في قلب العرضه. هنا بقى دور المهندس برضه لازم يتاكد ان القمط معشقه في العرضه، ما هياش ايه؟ بس مش محطوطه منظر كده وخلاص، يعني القمط مش محطوطه يكون متحرق عليها، بنسميها في الموقع متحرق عليه، يعني النجار يكون محرق على القمطه يكون مضايق عليها بحيث ما تسيبش منه او ما تكونش مهويه، ده اول حاجه. ولازم تتاكد يا باشمهندس ان العوارض او الشنايش دي تكون في عروق، بتبقى عروق مش عرق مشرخ او عرق مصيف، بنسميه مثلا مصيف، عرق مسوس، عرق تعبان يعني. طيب ما يفضلش ان انا استخدمه، لازم العروق تكون هي حالتها جيده، لان العروق شايله حمل. زي ما قلنا قبل كده، بص في التصميم الشداد، في تصميم الشداد بيعتبر ان الخرسانه دي، ده عمود بالمنظر ده كده، بيعتبر ان الخرسانه في ساعه الحصاد بيعتبرها كانها سائل، بيعتبر الخرسانه كانها سائل، فالخرسانه بتعمل عندك مثلث قرص بريشر بالمنظر ده كده. العرضه بتقلل لك الطول الفعال، فالعرضه لو انا عندي العمود ده كده، العرض دي عامله زي سبورت، العرضه عامله زي سبورت بتقلل لك الطول. حول الموضوع لمساله استراكشر، حول الموضوع لمساله استراكشر. عندك حمل جانبي وعندك الارتفاع العمود ده كله، فانا لازم اقول الحمل الجانبي. طب العوارض او الحزام ده شغال وكانه سبورت، وبالتالي بقى عندي اكنها كاميرا مستمره وسبورت كل 40 سم، تمام؟ وبالتالي لازم العوارض او الشنايش تكون الخشب بتاعها كويس جدا، ما يكونش مصيف او ما يكونش مشرخ او ما يكونش متكسر، لان ايه؟ هي شغاله زي سبورت وبالتالي عليها حمل. خلي بالك من النقطه دي. بص الحزام هي كلها على بعضها اسمها حزام، يعني الجزء ده كله اسمه حزام. يعني العارضه او الشنايش مع لوح الحبس اسمها حزام، ده كله اسمه حزام. ما انت اساسا الاستلام بعد التقويه، الاستلام بعد التقويه. يعني انا بستلم العمود بعد التقويه، لان التقويه نتيجه الخبط والضرب وهو بيدق على الامطة عشان يركبها وبيظبط الشغل وبيقوي العمود، ممكن يتحرك منه، العمود ممكن يتحرك منه. الاستلامات بتاعتي بعد التقويه، ما بستلمش قبل التقويه. النجار لو عايز يضحك عليك ممكن يسلمك قبل التقويه. المهندسين بيضحك عليها في الجزء اوف، بس بالنقطه دي. المهندسين بيضحك عليها في النقطه دي، في الجزء اوف. المفروض السقف استلمه بعد التقويه، لكن النجار بيسلم المهندسين قبل التقويه، بتبقى مصيبه بعد كده. انا كمهندس مقاول،
انا بتابع الشغل اول باول يا باشمهندس، بستلم التخطيط منه، بستلم العمدان منه، الحديد زي ما قلنا، الكنات بعمل خليه يعمل لي موديل كنات واستلمها منه، هو ظبطها منه، الكلام ده كله بيعمل لي موديل واستلمه منه، فدي شغلتي. لكن الاستشاري بيجي لك في الاخر يستلم، الاستشاري بيجي لك بعد ما بتقوم وتهني وتفنش، يجي يستلم منه، بيجي بعد ما تخلص الحديد بتاع العمدان كلها، هنعرف الكلام ده اللي انت بتعمل طلب بطلب فحص انسبكشن ريكوست، وهيجي لك يستلم منك وهيوافق ولا مش هيوافق، تمام؟ هنعرف ان الحاجات الاداريه دي محاضره كبيره، تمام؟ لكن انا كمقاول مهندس مقاول انا بتابع، لان دي شغل، انا بتابع مع الراجل في الاول والاخر، لكن الاستشاري بيجي يبص ويروح. لكن انا كمهندس مقاول مرمي في الشغل يعني، ما بروحش، بتابع الشغل بتاعي. يبقى ده نهايه دي القصه دي في التاويه، في عمود في طريق دين اتنين، سواء كانت اعمده دائريه، سواء كانت اسف اعمده الطول بتاعها اقل من 1 متر، الاحزمه كلها 40 ل 50 سم، وهي تعتمد على جوده الخشب، بتعتمد على العوارض او الشناش اللي مستخدمها، لازم تتاكد ان الشنايش تكون بحاله جيده، ما هياش مصيفه او مشرخه او مسوسه، تتاكد ان القمط المستخدمه متحرق عليها جامد، القمط متحرق عليها جامد. لو انت في مشروع كبير طبعا فوق منضه وفي مشرف بيقعدوا يلفوا قبلك، انت كمهندس بيقعدوا يلفوا قبلك وانت بتروح تحط التاتش الاخير بتاعك، تمام؟ هنا طبعا الراجل بيصب، هنا الراجل بدا يصب من غير ما يحط الكنه الرايه. الكنه الرايه او الكنه الطايره، شوف هنا لازم هنا يتحط كنه طايره. ولذلك الاشاير كلها ابتدت على بعضها مش مظبوطه، الاشاير بدات تلم، لازم هنا تحط الكنب، كنب فوق خالص، كنب زي ما قلنا كنب عيون او من غير عيون، ولا كنب عيون او كنب اوتوماتيك، كلها مش هتفرق عيون، فنستخدم ايه؟ كان لازم تتحط فوق عشان تحافظ على توزيع الاشاير بتاعتك. لا مش فاطرين ولا حاجه، احنا المغرب بينتر عندنا الساعه 7، الساعه 7 ودقيقتين كمان. دي الشده السوري اللي هنتكلم عنها المحاضره الجايه باذن الله. انتوا فهمتوا بس الفكره دي؟ طب خليك معانا الدقيقتين دول. بص العمود ده زاد عن 1 متر، بنستخدم طريقه اسمها ايه؟ طريقه السواري، اللي انا بستخدم حاجه اسمها ساري. بستخدم حاجه اسمها ساري. ايه الساري ده؟ الساري ده روح اوف راس كده، الساري ده بيبقى له راس، هنتكلم عنه ان شاء الله بعد كده يعني بالتفصيل، بس انا اديك نبذه عنه عشان الناس اللي زعلت. يبقى في حاجه اسمها ساري. الساري ده بيبقى له راس كده، زي ما قلنا حول الموضوع لمساله استراكشر. انا دلوقتي لما العرضه طولها زاد، لما العرضه طولها يكبر هتتعرض لاجهادات كبيره، تتعرض لاجهادات كبيره، ممكن العمود يلد من المنتصف، تمام؟ يبقى بالتالي لازم احط لها سبورت، الشنيشه دي او العرض دي لازم احط لها سبورت في النص، بحيث اقلل الطول بتاعها، اقلل طول البحر بتاعها، زي ما قلت لك حولها لاستراكشر على طول. بعد ما تدي طول البحر كله بتاعها احط لها سبورت في المنتصف اسمه ساري، يقلل طول الايه؟ طول البحر بتاعها، تمام؟ بنستخدم الكلام ده انت لما تزيد عن واحد، لما تزيد عن 1 متر، اوكي؟ بنستخدم حاجه اسمها سواري. طيب الساري ده علشان تثبت الساري في ثلاث طرق للتثبيت، في ثلاث طرق للتثبيت، الطريقتين اسف للتثبيت. طيب حد، طب سؤال برضه يعني، حد يقدر يقول لنا لو انا لو العمود مثلا زاد عن متر ومش عايز استخدم سواري اعمل ايه؟ حد يقدر يجاوب؟ ده فرض، ما فرض كده لو العمود زاد عن متر ومش عايز استخدم سواري اعمل ايه؟ هنشوف فكر الناس هتقول ايه؟ لو انا مش عايز استخدم سواري والعمود كبير اعمل ايه؟ لا ما انا مع السواري دي اللي هي العروق في المنتصف. الناس لو خدت بالها وانا عمال اقول حولها لمساله استراكشر، حولها لمساله استراكشر، كانت الناس وفهمت ان اللي انا عايز اقوله. لا، عارف نعمل ايه؟ نقلل المسافات ما بين العوارض او ما بين الحزمه. الحزام بعد ما بيكون 30 40 سم خليه 30 سم او خليه 20 سم. وبالتالي انت قللت الحمل اللي العرضه شايلاه، ما العرضه دي شايله حمل، تمام؟ شايله حمل مساحته قد ايه؟ 40 سم، الكره كلها 40، فهي شايله حمل كله 40 سم، تمام؟ فانا لو قللت الشناش خليتها كل 30 سم او كل 20 سم، يبقى قللت الحمل اللي هي شايلاه، وبالتالي ممكن ايه؟ اكبر العمود. بس طبعا هتقعد ترص طول كل دي شنايش ترصها، طبعا هتاخد وقت كبير جدا، وبالتالي ايه؟ نفكر بقى في السواري والكلام ده كده. السواري دي عشان اثبتها بثبتها بطريقتين اتنين، حاجه اسمها زراجين بل افرامل وزراجين بل. الزراجين الافرامل دي، بتتكون من ايه؟ عباره عن طايرون، او اسمها طايرون، عباره عن مسمار مقلوص كده، بس مسمار كبير شويه مقلوص كده، تمام؟ وفي صاموله في النهايه عشان تربط بيها، وفيها ورده. الصاموله دي ممكن نسميها عصفوره، وفيها ورده، الورده بليد ستيل كده، تمام؟ عصفوره ايه؟ ده السيخ بتاعه ده اهو، وفي عصفوره، وفي الورده اللي هي البليد ده،
طيب ميزتها ايه الزراجين البلدي؟ ان سيخ الحديد المقلوص ده هو جواه كان جواه اسف سيخ حديد ماسوره بلاستيك، جواه ماسوره بلاستيك، وبالتالي بعد ما اقوى اقوم شال السيخ الحديد واستخدمه تاني، هيبقى في خرم في قلب العمود كده هنعالجه. تمام، يبقى دي الزرجينه مين؟ الزرجينه الافرنجه. طب تعالى نشوف صور لها اكتر تاني. دي شويه زراجين كتير يعني الناس واخده بالها، عباره عن المسمار اهو او التايرود، وعباره عن البليت اهوت، وعباره عن صاموله او عصفوره. بليت اهي، ده البليت اهوت زي ما انتم شايفين، وكل دي ايه؟ زراجين مش حارميهم من حاجه يعني. دي صوره من فوق يعني، دي صوره من فوق يعني، ده العصفوره زي ما انتم شايفين بتتربط العصفوره، دي الصاموله اهي، دي الصاموله، اسف الورده، تمام؟ ادا المقلوظه اهي، الالواظه اهي بتاعتنا. اشوف لكم صور ثانيه اهي. بعد ما بنفك العمود عباره عن ماسوره اللي هي الثمره دي الماسوره، ودي الورده، ودي الصاموله والعصفوره. بيخلص بيقوم جاي شايل بقى ايه؟ شايل العصفوره والورده وشايل السيخ، والماسوره ده هيملاها ايه؟ هيملاها ايه؟ هيملاها هيعالجها بجراوند او ايه؟ هنعرف المعالجه ومكوناتها ان شاء الله المحاضره الجايه. هنا صوره اوضح شويه، هو المسمار المسمار او التايرول والصاموله والبتاع ده. طيب إيه لازم بقى ان الزرجينه دي بتتحط ما بين ايه؟ ما بين لوحين اثنين، يبقى الزرجينه دي بتتحط بين لوحين رئيسيين وهي بينهم، يعني هي بتبقى بين لوحين رئيسيين بالمنظر ده. تمام؟ بين لوحين رئيسيين عشان العصفوره دي او البليت ده يربط عليهم، يبقى البليت ده راكب الاثنين. طبعا دي العمودين دول او العرقين دول في واحد وراهم، يعني ده مرايه ميرور. تمام؟ الناس فاكر وصل لها الفكره دي، ان في دول اثنين في اثنين وراهم، يعني دول اثنين في اثنين وراهم ثانيين. تمام؟ فده اثنين واثنين وراهم. بيتربط بالصواميل، يعني ده صواميل اهي بتتربط عادي، ولازم اثنين، يعني ده عرق وده عرق، ودي صاموله بتكون مالكه العين الاثنين، يعني الصاموله دي بتكون مالكه العين اثنين وتبدا تربط عليهم. في بعد كده البلدي، الزراجين البلدي. ايه الزراجين البلدي دي؟ الزراجين البلدي ده يا باشا عباره عن سيخ. المسافه بين الزراجين نفس الكلام، يعني نفس المسافه ما بين الحزام والتاني اللي هي 40 50 سم، يبقى المسافه بينهم 40 50 سم. المسافه ما بين السواري، المسافه ما بين السواري وبعضها، ما بين السواري حوالي مثلا 40 سم. يعني ممكن العمود احط فيه 2 سارق. العمود احط فيه 2 سارق. طب المسافه بين السواري وبعضها، يعني العمودين مثلا ممكن احط سارق في النص واحد، او ممكن احط سوارين على الجنب، سوارق زي دي كده سارق وده سارق. في الزراجين البلدي، الزراجين البلدي ده عباره عن سيخ 2 8 مللي او 6 او 3 مللي. في ال 3 مللي اللي هو زي بتاع المشير ده، المنشر بتاع الغسيل اللي هو ال 3 مللي الابيض ده، بيبقى عامل زي الالومنيوم كده، ده اسمه 3 مللي. 3 مللي ده بصراحه حلو كويس جدا، 3 مللي عشان طريقه لفه سهله وما بيبعدش من الواح عن بعضها وبتاع ده. لكن بصراحه ايه، السته شغال، السته مللي، والستة مللي بيجي طلبيه مخصوص، يعني الستة مللي بيجي طلبيه مخصوص. طبعا انت ما بتشتغلش ب 6 مللي، ما بتشتغلش حاجه 6 مللي، الكنات بتاعتنا اقل حاجه 8، وبالتالي ال 6 مللي حضرتك بتطلبها طلب مخصوص، يعني ايه؟ بتخلي المقاول يطلبها لك طلب، المقاول بيطلبها لك طلب مخصوص، اشتغل بقى. طيب الزرجله البلدي دي بتشتغل ازاي؟ عباره برضه ساري ووراه ساري الناحيه الثانيه، يبقى ساري ووراه واحد الناحيه الثانيه. بيلفهم على بعض ازاي بقى؟ تعالى بص، بيجي يفتح اللواء عن بعضها، المفروض لو شغله محترم، لكن طبعا قليل قوي لو لقيته، اللي هو مكان السيخ ال 8 مللي ده، هو مكان السيخ ال 8 مللي او ال 6 مللي، لذلك يفضل اللي هي 6 مللي عشان ايه؟ لان هو هنا بيبعد اللواء عن بعضها زي ما انت شايف كده، اسمها ايه؟ البتاع ده اسمها ايه؟ العتله. بيجي بالعتله ويرفع اللواء بينها وبعضها، او لا الملونه دي بتاع الحديد. تمام، بيجي بالعتله دي وقوم جاي رافع ايه؟ بعد الخشب عن بعضه. تمام، ويبدا الراجل، شايف انت السيخ اهو مجهزه اهو، بيبقى قطعه عامل كده، بيبقى مجهزه الراجل كده. تمام، حاجه بالمنظر ده، حاجه بالشكل ده كده، زي ما انت شايف لو بصيت تحت شويه هتلاقيه باينه، وشوف شكل السيخ عامل ازاي، واخد كسره كده. الراجل ده بيبعده له بالعتله ويبدا يدخله ما بين الايه؟ ما بين الخشب. طبعا لو شغله محترم في شركه كبيره ما ينفعش يبعد الواحده عن بعضها، لانها تخرج اللبان بتاع الخرسانه، فبيجي بشنيور ويخرمها بشنيور،
عشان يقدروا يتخرموا مكان الزلاجين ويدخلوا ده عشان ما تاثرش على الخرسانه، ما تخرجش الاجدار بتاع الخرسانه. فالراجل بيبقى عاملها حرف يو كده وبيرفع بعتها في راجل الناحيه الثانيه، يعني في عامل الناحيه الثانيه تمام، والراجل ده بيدككها له ويبعتها له الناحيه الثانيه تمام، اللي هي بالمنظر ده. اوكي تعالى بقى الناحيه الثانيه، ده خلي بالك ده وجه، ده وجه انا هنختم اهو يا باشمهندس، هنختم اهو، ده الوجه المقابل ليه تمام، ده المقابل الناحيه الثانيه، يبقى ده الوجه الاولاني تمام، ده الوجه الثاني، ده الوجه الثاني. هنا بقى نقطه مهمه، هنا نقطه مهمه، الراجل بيعمل ايه؟ بيلف الزراجين دي ازاي؟ بيجيب حته سيخ يا باشمهندس من فاي 12 فاي 16 كده، بحته فاي 16، ويجيب الايه الحديد طالع له على حرف يو كده، بيمسك الطرفين دول على بعض ويقعد يلفهم مع بعض عند بواسطه سيخ فاي 18 كده ولا فاي 16، يقعد يلفهم على بعض كده بالمنظر ده، بيقعد يلفهم على بعض، يقعد يلف 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 ايه على بعض بعد كده تمام. بس فيها ايه؟ انت كمهندس لازم تراجع على حاجه زي دي، لازم تتاكد فعلا ان، لان المشكله اللي بتحصل ان الزراجين دي ما فيش عليها كنترول، الثانيه بتتربط وبتظبط، اللي هي الزراجين الافرنج بتتربط وبتتظبط، لكن دي ما بتعرفش تربطها. لو انت قعدت تلفها كده انت بتخاف لا تكون ايه مريحه، ان السيخ مش محرق قوي على العرق ده، على الساري ده، فبيعمل ايه؟ انت كمهندس بتمر على الكلام ده تشوف هل فعلا العروق بتتحرك ولا ما بتتحركش. لو ما بتتحركش شايف انت بيقعد يحشر فيها حاجات كده، يعني شايف انت جايب حته خشبه صغيره كده ومحشرها، لو ما حطش دي ولكنك عملت زراجين، يعني شايف الحته بتاعت الخشبه اللي تزنها الصنطاطه ده، هي دي اللي مظبطه الموضوع، لانك لو ما حطيتش دي العروق هتتحرك، هتقعد تلم منك شمال ويمين ولكنك عملت اي حاجه والعمود هيضرب منك. لذلك انت لازم تمر، هل العروق بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ هل الزراجين دي متحرق عليها ولا مش متحرق؟ لو مش متحرق تخلي الايه؟ النجار يقعد يعشق لك حاجات زي ما انت شايف كده، حته خشب صغيره كده زي دي حاطط لك حته فرشه وهكذا. تمام؟ مشكله الزراجين الافرنجي، مشكله الزراجين الافرنجي يا باشمهندس اللي هي بتبان بعد الصب، بتبان بعد الصب. طب عشان باخد جدا، حد عنده مساله يا باشمهندس؟ في بعد كده الزراجين بعصفوره والزراجين المائيه، حد عنده مساله؟ الناس اللي موجوده قبل ما نقفل، حد عنده سؤال؟ دماغي بس انا اموت من العطش، ربنا يتقبل منكم جميعا الصيام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. الدعم الفني لو